صباح النور مشاهدينا. نعم، إنه النور الذي ينتظره الفلسطينيون وشرفاء في العالم أجمع، نور إحقاق الحق وإرجاعه لأصحابه، نور على الأفئدة المشتاقة لأرضها تستذكر أيام العيش الكريم تحت أشجار الزيتون، الأرض العامرة بالخير والبركة التي نهبها الاحتلال الإسرائيلي وحاول تزييف تاريخها وحاضرها. اليوم ذكرى النكبة الفلسطينية بعد 70 عاما على حدوثها، وقد أثبتت الأيام أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم لم يتوانى أو ينقص، فلا خشية من ضياع حق العودة ما دامت قلوب اللاجئين تحلم بالعودة والخلاص، وما دام الكبار يورثون الأمل أمانة للصغار ويرضعونهم حليب حب الوطن. اليوم أثبت الماضي كما الحاضر أن لا مجال أمام كتم صوتي وطمسي حلم العودة بجرة قلم كما توهم ذلك البعض، وأن طي صفحة العودة لملايين اللاجئين عبر أي صفقة أو وثيقة أمر لن يقبل به الشعب الفلسطيني الذي بدماء شهدائه دق ساعة النفير لنصرة فلسطين، القضية والأرض والإنسان، لا استكانة ولا تنازل، وستعود الأرض كاملة إلى أهلها وليرحل الغرباء عنها تحقيقا لوعد الله. فقرات كثيرة اليوم ستتحدث عن فلسطين والنكبة والأمل، نشاهدها في التقرير التالي ونتابع. ماذا تقول لفلسطين في الذكرى 70 للنكبة؟ وإجابات من الشارع العربي. وفي ذكرى النكبة لاجئون خارج الوطن يتذكرون في فقرة مع الناس. مختارات من قصائد وأشعار كتبت لفلسطين في فقرة كتاب. فايزة أبو طعيمة تندر نفسها لتوزيع الماء للمتظاهرين الفلسطينيين. نشاطات حركة شباب حيفا طوال شهر مايو في ذكرى النكبة. ومن الأردن حملة ازرع صمودك لدعم المزارعين المقدسيين. المسرح والسينما في فلسطين وآفاق المستقبل في الفن السابع. ومن بروكسل معرض إلهام فلسطيني من القدس لكل العالم. مواقع التواصل الاجتماعي ساحات لإحياء ذكرى النكبة في هاشتاغ صباح النور. وألذ الأطباق الفلسطينية يحضرها لنا اليوم الشيف سليمان خوانت في ولا أشهى. أغاني المقاومة والصمود وحلم العودة في نغم. صباح النور مشاهدينا، وخصوصا مشاهدينا الفلسطينيين الموجودين أينما كان في هذا العالم. صباح النور هبة، صباح النور راوية. صباح النور طوني وراوية. يعني 70 سنة على النكبة، أقل ما يمكن أن نقدم في هذه الذكرى هو حلقة خاصة من صباح النور. صحيح. ماذا تعني لك النكبة؟ أنا بتعني لي النكبة تاريخ. تاريخ ومرأة وأنا ما عشت فيه، ولكن عم عيش نكبات أخرى من وراء النكبة. عم نعيش أنه يعني عدم الأخذ بالعبر، عدم أخذ بهالمثال اللي كتير كان سيء واللي عشناه كلياتنا ولم نتعلم منه حتى هذه اللحظة. كتير عم نشوف الغلط بحياتنا وعم نسكت عليه مرات، وعم نلاقي أنه إحنا عم نعيش نكبات أخرى مثل ما أنا حكيت، وما في حلول. أنا عم بشوفه بطريقة مختلفة كتير، عم بشوفه أنه يمكن يكون مش رح أقول أنه بداية متأخرة، لأنه أساسا يعني البداية كان فيها أنه تكون من قبل، وفي كتير ناس مثلي وشباب مثلي لي حابين انه يغيروا كتير بهالعالم. نعم. وانا منهم، يمكن لحالي ما بقدر اغير، بس انا عندي عائله وعندي صباح النور بقدر من خلاله انه احكي اللي لازم احكيه. بدي اغير، بدي اعلم اولادي القضيه، بدي احكي عن قضيتي بكل المنابر. بدي اشتغل وبدي اكون انسانه مميزه بحياتي لحتى اقدر انه اوصل للحلم اللي لازم انه انا اوصل له بتحقيق، ان كان حلمي على عن طريق شغلي، ان كان حلم العوده اللي احنا كلنا بنتمناه، ولكن حلم العوده هذا الكبير ببلش من كل واحد فينا. نعم. من تحقيق لذات كل واحد فينا. يعني لانه هبة العلم يا بنت طول كرم نحن شايفين الشغف بحديثك، بس في عرف عربي بيقول لا يضيع حق وراءه مطالب. صحيح. نحن من ضمن صوتنا لصوتك. أكيد. بالنسبة لك راوية،
يعني الصبية العربية الأصيلة يعني عام النكبة هذا العام الذي هجر فيه أكثر من 800 ألف فلسطيني لم يحملوا معهم شيئا سوى مفاتيح بيوتهم وأمل العودة، وبعد كل هذه العقود لم يتمكن صناع النكبة من كسر إرادة الفلسطينيين. تحية إلى كل الفلسطينيين اللي عم بيشاهدونا، لهبة للفلسطينيين بأرض الوطن وبكل شتات العالم. لم يتمكن هؤلاء من كسر إرادتهم، لم يتمكنوا من إنساءهم تاريخهم وحضرهم. يعني لفتني رسالة وجهها الشاعر الكبير محمود درويش إلى الفلسطينيين عندما سئل عن ذكرى النكبة، قال هي ليست ذكرى، يعني نحن لم ننسى حتى تذكرونا، نحن نعيش هذه النكبة في حياتنا اليومية، نعيشها في المخيمات، نعيشها بالدم الذي تسقى أرض فلسطين منه كل يوم. فتحية إلى الفلسطينيين أينما كانوا. نعم. بتعرفوا أنا بمعرض بحثي عن النكبة لفتني أنه في قرار صادر عن الأمم المتحدة، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تاريخه كانون الأول ديسمبر 1948، يعني بعد أشهر من النكبة، قاضي بوجوب عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم في أقرب وقت ممكن. هذا القرار تاريخه 70 سنة. نعم. ولليوم بعد ما تنفذ. صحيح. على أمل أنه القوانين الدولية تكسر هيمنة السلطات. صحيح. السياسية. صحيح. على كافة الشعوب وخصوصا الفلسطينية. نحن سألنا الشوارع العربية ما رأيهم بالنكبة، جلنا على شوارعنا العربية وكانت هذه الإجابات. ذكرى 70 للنكبة ذكرى المآسي والويلات والحرب والقهر على شعبنا، شعور كتير كتير قليل ما بينوصف كتير، يعني قلنا 70 سنة مهجرين بلا أي حق. بالفعل اسم على مسمى نكبة للفلسطينيين كلهم، وإن شاء الله إنه رح نرجع لبلادنا إن شاء الله. النكبة بدمنا يا عمي، بلادنا دمنا روحنا، شو مالكو يا عالم؟ الشعب الفلسطيني لهلأ مناضل ورح يضل يناضل لحتى الله يفرجها. ما في حق ضاع ورام طالب، طالما إن احنا مطالبين بحقوقنا لازم يرجع لنا حقوقنا. إن شاء الله نرجع فلسطين ونقل يونن للمحتلين، وإن شاء الله فلسطين فيها أهلها وفيها ناسها فيها رجالها، رجعونا الأقصى ورجعونا فلسطين. ما يفكروا إننا إحنا نسين فلسطين، الطفل اللي بيخلق الجنين اللي بطن امه بقول فلسطين، فلسطين ما رح ننساها، وضحينا كتير ومستعدين نضحي، واحنا بالشتات مش مرتاحين، يعني لا في شغل لا في لك عشتنا لك المي لك الكهرباء، ما مرتاحين احنا بدنا بلادنا. وبحبها لفلسطين طبعا، بحبها بتمنى نرجع اليوم قبل بكره، يعني تراب نفسي شمها وافديها بروحي ودمي. إجرام، شو النكبة؟ النكبة إجرام، بعدنا بالنكبة، أولادنا ما بسمعوا سمعوا فلسطين، فلسطين حبيبتي شو بدها هلا؟ فلسطين عربية. أنا فلسطيني، ابن فلسطيني، عن أباً جداً فلسطيني، أمي خلفتني تحت هيك التيني، أمي هزت بسريري تحت هيك الزيتوني، أمي حصدت الأمحاط مع الحمصات، راحت نفس النسمات حصدت فين، وانتي اغلى من عيوني يا فلسطين. راجعين على فلسطين غصب عنهم باذن الله تعالى. راجعين اكيد. الايمان اقوى من السياسه طبعا. نعم. طبعا. ونحن رح نبقى حاليا باستوديو صباح النور ونروح على فلسطين من استوديو صباح النور. نعم. وتحديدا من مطبخ صباح النور. صباح النور. صباح النور. راجعين. راجعين ان شاء الله. ان شاء الله بخير. سنرجع يوما الى حينا. سنرجع. ادري خليليه. نعم. من الصميم ومسخن كمان فلسطيني وسلطه ناعمه. ما في شيء بيعبر عن ثقافه الطعام الفلسطيني اكثر من هالثلاث طبخات.
نعم شيء مميز للعائلة. بحلقة لحقة بدنا كنافة نابلسية إن شاء الله. أنا كثير عبالي ذوق الكنافة النابلسية. رائعة من الروائع، هي لازم ندوقها. بس اليوم معنا شك شيف سليمان إنك بدك توفي حق ذكرى النكبة الفلسطينية على طريقتك، بطريقة الغذاء وبوفائك طبعا. نعم. شكرا لك شيف سليمان، نحن بالانتظار على مدار الحلقة رح نرجع لعندك بمحطات متتالية. نعم، وأنا وإنت بدنا ننتقل هلأ لنحكي عن موضوع كمان له علاقة بجو الحلقة اليوم. نعم. ولكن نروح جوا فلسطين. قلت لي صحيح هبة، يمضي عام ويأتي آخر وتتجدد ذكرى النكبة، وعلى الرغم من مرور 70 عاما عليها إلا أن ذكرها لا تزال الحدث الأهم بالنسبة للفلسطينيين الذين هجروا قسرا من قراهم ومدنهم وكانوا شهودا على الإجرام الذي ارتكبه الإسرائيليون بحق شعب كامل. صحيح توني، بمخيمات اللجوء في لبنان جيل أكبر من إسرائيل، جيل لا تزال ماثلة أمام أعينه الفظائع التي ارتكبها الاحتلال بحقه، وعلى الرغم من مرارة وفظاعة الذكريات فإن من بقي على قيد الحياة من هذا الجيل لا تزال ذاكرته تسخر بقصص وحكايات عن المدن والقرى التي هجر منها. فماذا تتذكر الحاجة نظمية الحاجة سليمان عن النكبة، وماذا تقول عن حلم العودة؟ نتعرف معا في فقرة مع الناس. صباح النور. صباح النور. أهلا. أنا تحمست كتير، لازم أحكي لك أكثر من مرة صباح النور حاجة نظمية. بتحبوا أحكي عن بداية فلسطين ولا الهجرة ولا أي رأي؟ إحنا ضيوفك اليوم، أنت اليوم يعني بدك تحكي البداية. البداية، قولي شو بتتذكري من فلسطين يا حجة؟ البداية فلسطين بلشت من بلد اسمها اليجور قرب حيفا، صاروا يفوتوا على البيوت، الناس ما عندها فكرة ولا عندها شغلة ولا مرر عليها الحرب، يفوتوا يخلعوا الباب، هاي البداية، شو في يضربوا، كان ما حد سنجات بشي. ظلت هالمعركة شي شهر شهرين خفت نتفي، بعدين صاروا يبلشوا بالضيعة اللي بعدها، دير ياسين، حواسة، لما مخلصوا من هالشغلات هاي انسفوا لمدينة حيفا. مدينة حيفا قاومت بشي بس ما قدرت عليه، ونخت جميع العرب تيساعدوا ما حد رد. هون لما يأست أطلعت مشروع، قالت أوطاني، لما بدأت تفارق أوطانها، أوطاني ولي على أوطاني من غارة العدوان، قد فارقت أجفاني مبادئ السلام، سمعتها تنادي والنار في فؤادي، هلموا يا أولادي لنيل الانتقام، هلموا يا رجالي لنيل الاستقلال ورفع الاحتلال بالسرم البطار. تقول أين خالد وعمر المجاهد وعامر ذا القائد لفاتح الشآم، أين صلاح الدين؟ نعم. يا ناس كي يحميني، أليس في العرين بقايا العظام؟ بل نحن الشبان نحميك يا أوطان، وكلنا طعان صدر العيد البئام، لأنه لا كان فدائي ولا كان شيء، ولا هالناس كانت عندها خبرة من هالحرب الشديد. نعم. مساعدة لفلسطين ما صارت، نخت قالت انهضوا يا عرب، فالأسى قد ذهب والفخار اقترب، فانهضوا يا عرب، عم النور الأمل سهلنا والجبل في سبيل النحم، حصانه ربه للمدى الأزمان. خالتي نظمية يسلم تميك. نعم. أنت من صفورية بالناصرة صح؟ صفورية. أنا صفورية. صفورية هدمت بالكامل سنة 48 بسنة النكبة، هدموها الإسرائيلية كلها. سمع شوي يعني. بدك أقرب صوبك؟ بقرب صوبة طوني معلش. سمع شوي يعني. إيه كنت عم بسألك خالتي ضيعتك صفورية. نعم. هدمت بالكامل من قبل الإسرائيليين بسنة 48، هدموها كلها صح؟ آه. شو بتتذكري من ذلك الوقت؟ من بعد مرحلة بقول لك حيفا وكذا،
مدة أسبوعين ثلاثة في أول اتجاه صفوري شارع بقلولو بيت أهل. نعم. هنا عندما وصلوا هالجبة صار رصاص، صارت العلم شوفي شوفي إلا هن جايين من قبل فاتوا على صفوري. نعم. ما اهتمت الناس إنه عندها بيوت، وعندها بيوتها كانت أمينة بيوت القديمة. نعم. ما مثل هيك ساعة ساعتين تيهدى بعدين أجى الطيران. الطيران لما أجى أنا شاهدته بعيني، مش إني أنا بحكي عن بحكي عن المشاهد اللي أنا شاهدتها. طبعا إدي كان عمرك؟ أنا كان عمري بدك تقول 12 يعني. نعم. 12 شو شاهدتي؟ شاهدت يا سيدي لما صار الطيران يضرب، كيف يضرب الطيار عالي بس إنه يضرب قنابل محرقة تضوي محل ما يضرب تضوي المنطقة كاملة كاملة. فالناس شو بدها تعمل؟ قالوا والله روحوا تنروح اللي معها عيلة تحت الزيتون. أخذنا حياة أبوي قعدنا تحت الزيتون، لحقت الطيارة يعني لما تضرب تكشف المنطقة إنه في ناس هون أو لا. والله تحت الزيتون هالوين صارت يعني شيء 9-10 ساعة بالليل. والله من صغار رمينا حالنا تحت الزيتون على هالتراب. ماشيت أنا قمت أنتظر أنتظر شو اللي بيحصل، عرفت كيف؟ نتفي إن الزلام النسوان والبلاد تحت الزيتون. بس الرجال رجعوا على فلسطين على الضيعة. طب خالتي نظمية انت كان عمرك 12 سنة. حدا استشهد من اهلك بوقتها بهالمعركة بخلال هدم منطقتك وضيعتك؟ استشهد. فقدت ناس. مين استشهد؟ كانوا يقولوا لهم احمد حسن. احمد حسن هذا بكون ابن امه بنت عم ابوي وامي الله يرحمه. هذا شاب هيك شاب الله يرحمه يا حبيبتي. رجع تجيب عمته كانت قوسوا بالطريق. الله يرحمه الله يرحمه يا حبيبتي تعيشي. عم تسمعي حبيبتي؟ يعني رجع هذا ما بالطيران، هذا لما طلعنا رجع يجيب عمته. بس لما الطيران اجوا هالشباب شو بدنا نسوي؟ صفنت صفنت انا بحالي اقول يا الله يا رب يا رب شو الا هن قالوا البلد اجهز لهم قالوا البلد سقطت. حجه نظميه حجه نظميه انت عمرك هلا 83 سنه؟ نعم 83 سنه عمرك. 83 عمرك 83. انا متعلمه بالمدرسه بصفوري. مش انه هيك يعني. انا كنت اتعلم. طيب امتين جيتي على لبنان؟ كيف جيتوا على لبنان؟ جينا على لبنان شو اللي بدي احكي لك اياه؟ بتصفن بدي ساعتين تخلص. لا ولا يهمك مختصر بخمس دقائق. عرفت كيف؟ فهنا لما قالوا البلد سقطت والدنيا ليل حتى الناس بهالوعور ما حد عارف الثاني وين. عنا ستي ما عرفناهاش وين راحت. ستي ام ابوي. اجا ابوي اخذنا قلتنا لضيعة اسمها عرابي. ابوي كان مطهر يعني بالبلاد. هنا جينا يعني كنا مش مجموعة بيطلع 60-70 واحد مجموعة نقوم ونحط مع سوا. يعني ما هاي عيلتك هاي هيك ما سوا. هون اجوا هالجماعه والله احتفلوا غدونا وايش كان حياه ابوي مع برودي اعطاها للزلمه قال له ان رجعت بتقود ما رجعت هاي لك. نعم. مشينا تحت الزيتون بدنا مي لهالاولاد ما في. شو اكثر اوقات صعبه بتتذكريها من تلك الذكرى انتو وعم تلجأوا للبنان؟ شو اصعب الاوقات؟ هذول 7 ايام كانوا عنا
من طابوري لبنت المجبيل الحدود 7 أيام جناح مشي وجوع وعطش. بالدير القاسي كان اختيار مجموع يعني يخدنا ويجيبنا إله خبرة، ريحنا هون قالوا قعدوا ارتاحوا بهالمطرح وفي بير عليه شباب 2. أنا شهدت يعني قالت أروح أشوف هالشباب بلكي بيعطونا سطل مي، أخذ هالسطل قالوا يا شباب من بعد أمركو قالوا لي فش هذا اختيار نفرز نجن إنه شربت مي. قال أنا طالع بهالحراش اللي بحب يلحقني أهلا وسهلا، بحبش مع السلامة. صارت أني والولاد تتفارخ دوبنا قاعدين يرتاحين لا أكل ولا إشي. ومشينا بهالوعور هيك نمشي ونطلع من هالشجر هيك جبلي. طيب خالتي نظمية آخر سؤال لك، اليوم بعمر 83 سنة وبعد 70 سنة من النكبة، بعد عندك حلم العودة حلم الرجوع؟ ولا ناسي ولا القدي كله بعد مفكر فيه. نعم وبتحلمي بتتأملي بتتمني ترجعي؟ إن شاء الله إن شاء الله. فلسطين تنادي هيا يا أولادي للعلا هبوا وحيوا فؤادي، مرادي مرادي سكن بلادي سأرجع إليها بسيف الجهادي، عيشي وزادي حب بلادي الموت فيها خير عبادي. حلو كتير. شكرا لك انت بركه كنت اليوم لصباح النور، طبعا بركه لكل المشاهدين الفلسطينيين. انا بفكر بشوفونا عندي خير الله اولاد وإشي، ما بفكر بعدني برجع الا بالرجعه وشو بدنا نعمل شو بدها تعمل الاولاد، وين الشباب بدها تروح وين لا سكني، لا اللي عندها ولد محتاره ان كبر بتعلم وان كبر ما لهاش قدره تشتري بيت وتاهلوا فيه. يعني افكار دائما افكار مشتغله. ان شاء الله بترجع ان شاء الله تجتمع العائله تحت الزيتون. انا بقول على الله رجعوني لانه انا يمكن اموت هون. لا ان شاء الله العمر ان شاء الله بتشوفي العوده. عملوا لي معامله رجعوني على فلسطين. والله. إن شاء الله يا رب يضل هيك نوري حياتنا، وإن شاء الله يا رب تكون العودة لفلسطين قريبة. حجة نظمية يعني شكرا كتير لإلك، ومع كل جيل جيل يا ما شباب يتاق يا فلسطين فراقنا قد طال، وعنك يا فلسطين أبعدنا الأمور والأحوال، ذكراك يا فلسطين في القلوب يا بهجة الربوع، آه من الذكرى والشوق في الضلوع، نحيا لكي نرى بدرك في التمام، نقدس لبنان جعل الكرام لأن لبنان يستلي حمل. تسلمي الله يخليك. شكرا لك شكرا لك حاجة نظمية ومع هالكلمات الجميلة هيك. لغة العرب اذكرينا واندبي ما فات، كيف ننساك وفينا نسمة الحياة. حاجة نظمية علمتينا ألهمتينا الحب والفهماء، وجعلت النورين فينا الدين والعلماء، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. يا خالتي نظمية هيك قال محمود درويش ولو بعمر 83 سنة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال هذه الحلقة الخاصة بذكرى النكبة، ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا ودائما عبر التلفزيون العربي. خاتم أمي بعته من أجل بندقية، محفظتي رهنتها من أجل بندقية، اللغة التي بها درسنا، الكتب التي بها قرأنا، قصائد الشعر التي حفظنا ليست تساوي درهما أمام بندقية. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم. قصائد ومختارات شعرية كتبت لفلسطين، تعرفنا عليها فضيلة الفاروق ضمن فقرة كتاب. صباح النور راوية. صباح فلسطين. اليوم في هذه الحلقة الخاصة في ذكرى النكبة، يعني فضيلة لم تكن البندقية هي سلاح القضية الفلسطينية فقط، إنما رافقتها الكلمة وأحيانا الرسومات الكاريكاتورية التي يعني قدمت هذه القضية إلى العالم أجمع، فكانت الكلمة
أيضا تطلق الرصاص على الاحتلال. صحيح. شعراء فلسطينيين وعرب حكوا كثيرا هذه القضية كثيرا، ما يعني سال حبر كثير. نعم. وقيل ما نفع الحبر، ولكن في النهاية نرى أن الحبر هو الذي يبقى. طبعا. محمود درويش في أحد الكتابين، لم أعد أتذكر، تحدث عن هذا الموضوع بالذات، لكن أفضل أن أنا اخترت كتابين لمحمود درويش، شعر المقاومة لمريد برغوتي. شعر مقاومة، تعرفين أنه محمود درويش كان بحجم دولة، يعني في, في, في وقت ما كانت قصيدة أثارت غبارا وعاصفة أقوى من الصواريخ وأقوى من الدبابات، فلذلك كان يحارب، والكلمة دائما تحارب إلى يومنا هذا. حاولت أن أنوع، ولكن رجعت فكرت أنه من الجيد أن يكون محمود درويش حاضرا اليوم. طبعاً. لأنه من بين الناس اللي هجروا في 48، ومريد البرغوثي أيضا هو لديه قصة سنتعرف عليها الآن، وأبدأ بمحمود درويش. نعم. محمود درويش غني عن التعريف طبعاً. يعني مهما حكيت هو أكثر كاتب فلسطيني موجود في المكتبات على كل حال. حضرت يعني أو تأثرت بنصوص معينة، مثلا حين يتحدث عن القدس ماذا يقول؟ القدس الليلة في ذروة الهزيمة، لأن أهلها غرباء في كنائسهم ومساجدهم وبيوتهم، غرباء في أنبيائهم، أسرى في منافيهم، والبشارة تطحنها الدبابة على باب المغارة، والطفل ليس في المغارة وليس في فلسطين. يخاطب نفسه: هل كتبت القصيدة؟ لا، لأني لم أجد القدس. ما هي القدس؟ رمز؟ ما هو الرمز؟ جرحي في أول الليل، ما هو الليل؟ إن انكسر، ما هو الانكسار؟ أن تذهب إلى القدس في أول الاحتلال. هل ذهبت بعد ذلك؟ لن أذهب، لأني خائف. مما؟ من ضياع المعاني، فالناس بشر لا أساطير، والقدس في القدس مدينة لا خرافة، والصخور صخور، والريح تهب من القلب فتفكك الحجر. هل كتبت القصيدة؟ سأكتبها في الميلاد القادم إذا ولد. أيتها القدس، كم أنت بعيدة عن القدس، كم أنت عبادة. جميل جدا. على فكرة هذا كتاب نثري، ولكن محمود درويش يعني قلمه شاعر، قلمه شاعر وقصائده ثورية جدا. يعني هو يعتبر من أكثر الشعراء الفلسطينيين الذين استفزوا الاحتلال الإسرائيلي. صحيح. يعني عنده قصيدة بطاقة هوية التي على أثرها تم اعتقاله عام 67. صحيح. وفي قصيدة عابرون في كلام عابر، واللي أثيرت بالكنيسة الإسرائيلية إلى هذه الدرجة استفزته. صحيح صحيح. يعني هو سجن، سجن في بيته. نعم. يعني استعملوا كل الطرق، هجر فدخل خلصة وعائلته، يعني ما كان يقتلع من فلسطين. حتى حين يغازل حبيبته فهو يغازل أرض فلسطين. عنده هذا الشيء. شوفي مثلا حين يعرف الفلسطيني، أنا علمت هذه الصفحات حتى لا أتأخر في فتح الكتاب، حين يعرف الفلسطيني أمام هذا العالم الذي لا يخجل من نفسه: ليس من حق الفلسطيني أن يكون شاعرا مدام مجهول المهد واللحد، فالفلسطيني ذاته هو القصيدة، هو النشيد المقطوع، وعلى غيره أن يصوغه أو يكمله، فهو مشغول باختيار وحيد، هو اللحظة الممتدة من مهد لم تختره أمه إلى لحد لا يعرفه. جميل جدا. ومؤلم أيضا، مؤلم جدا. شوفي هذا الكتاب يحمل عنوان في وصف حالتنا، هذا المجموعة كلها صدر عن مؤسسة محمود درويش. نعم. النثر وكل كتبه، يعني هو عنده 22 كتاب شعر وعنده 11 كتاب في النثر. نعم. فكلها أعيد إصدارها عن مؤسسة محمود درويش بالتعاون مع المكتبة الأهلية. طبعا في كتب عند رياض الرئيس أيضا في بيروت، وهناك عدد كبير من الكتب المقرصنة. نعم. لماذا اختار هذا العنوان في وصف حالتنا؟ أنا لا أريد دعاء
دعاءكم دعاءكم. أنا لا أريد سيوفكم، فدعاءكم ملح على عطشي وسيفكم علي. 20 مملكة ونيف، كوليرا وطاعون ونيف. من ليس بوليسا علينا فليشرف، من ليس جاسوسا علينا فليشرف. شفتي كلمة محمود درويش يعني قاتلة. نعم، لأنه تستهدف القضية الأساس. صحيح، اللي هي حق العودة والقضية الفلسطينية. الكتاب الثاني لمحمود درويش في قصيدة أتمنى أن أتركها في الآخر. نعم. إذا تحبي تقرأيها راوية لأنه تعشقين القراءة. كيف يتحدث عن فلسطين في صفحة 58. شوفي هذا الوصف، يعني عنده وصف كيف يغازل حبيبته. قراءة في وجه حبيبتي، وحين أحدق فيك أرى مدنا ضائعة، أرى زمنا قرمزيا، أرى سبب الموت والكبرياء، أرى لغة لم تسجل وآلهة تترجل أمام المفاجأة الرائعة، وتنتشرين أمامي صفوفا من الكائنات التي لا تسمى، وما وطني غير هذه العيون التي تجعل الأرض جسما، وأسهر فيك على خنجر واقف في جبين الطفولة. هو الموت مفتتح الليلة الحلوة القادمة، وأنت جميلة كعصفورة نادمة. وحين أحدق فيك أرى كربلاء ويوتوبيا والطفولة، وأقرأ لائحة الأنبياء وسفر الرضا والرذيلة، أرى الأرض تلعب فوق رمال السماء، أرى سببا لاختطاف المساء من البحر والشرفات البخيلة. جميل، يعني عندما يغازل حبيبته التي هي فلسطين. صحيح، يبدع في الكلام الشعر الكبير محمود درويش. فلسطين. شوف الكتاب يقول العصافير تموت في الجليل، لأنه هو من الجليل. هو من الجليل. هو من الجليل. كين قصيدة ربما يحفظها الجميع، سقوط القمر، ما يعرفوش العنوان ولكن هي هذه. في البال أغنية، في البال أغنية يا أخت عن بلدي، نامي لأكتبها. رأيت جسمك محمولا على الزرد، وكان يرشح ألوانا، فقلت لهم جسمي هناك، فسدوا ساحة البلد. كنا صغيرين والأشجار عالية، وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. من أين جاءوا؟ وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد. إنا نفكر بالدنيا على عجل، فلا نرى أحدا يبكي على أحد. وكان جسمك مسبيا، وكان فمي يلهو بقطرة شهد فوق وحل يدي. في البال أغنية يا أخت عن بلدي، نامي لأحفرها وشما على جسدي. جميل جدا، يعني إبداعات شعر الكبير محمود درويش لا يمكن أن تلخص بدقائق قليلة. هل لدينا الوقت لننتقل للكتاب الآخر؟ لأنه دهمنا الوقت. نعم. شوفي اخترت رواية مريد البرغوثي. نعم. رأيت رام الله. نعم. في هذه الرواية يكتب سيرته منذ خروجه، هو عاش 33 سنة قبل أن يعود ويرى رام الله، فكتب هذه الرواية. نعم. وهي من أعظم ما كتب في الرواية العربية. قدم له إدوار سعيد، والمقدمة كانت للطبعة الإنجليزية التي. نعم. ترجمتها أهداف سويف. نعم. يقول آخر ما تذكره من هذا الجسر أنني عبرته في طريقي من رام الله إلى عمان قبل 30 سنة، ومنها إلى مصر. هذا الجسر يذكره أيضا. الكتاب طبعا صادر عن دار الشروق، يتمم الحكاية حين يأخذ ابنه في هذا الكتاب، ولدت هناك ولدت هنا، صادر عن رياض الريس، فيتمم الحكاية عن الجسر. منذ اجتزته بعد 30 سنة من المنفى عام 96، سوف أجتازه مرات كثيرة بعد ذلك، بسهولة حينا وبصعوبة حينا آخر. سوف أرى جنودا إسرائيليين لا تفارقهم الجدية التي تصل إلى حد التهجم والنظرة الاستعلائية، لا تجانس في ملامحهم. وجه أثيوبي، وآخر من بروكلين، وثالث سلافي، ورابع يمني، والمشترك بينهم أنهم جميعا مسلحون. ربما أكثر ما تأثرت وأنا أقرأه هو هذه المقدمة.
وهو يودع زوجته الشاعرة رضوى عاشور. طبعا قصة حبهم أنا حكيت عنها العام اللي فات. ها نحن نصل سالمين إلى أريحة كما وعد، ما زلت لا أستوعب كيف تمكننا من ذلك. ربما هو الحظ أو الهواتف النقالة أو دهاء القرويين والرعاة، أو ربما وهذا هو الأرجح أن القدر لم يسمح بعد للفلسطينيين أن يموتوا بسبب حوادث الطرق. لكن ما يشغل بالي في الحقيقة هو هذا السائق محمود. حتى محمود أصبح بطلا في هذه الرواية، يصف اللحظة التي سافر فيها، التي ترك فيها رضوى في المطار، وكيف تعانق الثلاثة مع بعض. يقول ما أجمل هذا العناق، يعني يا ريت هذا العناق الإنساني يتكرر ولو مرة. يعني 70 سنة عمر طويل، طبعا عقود كثيرة، عمر طويل أيضا أن يعيش الإنسان بعيدا عن وطنه وأهله. طبعا طبعا وعن قضيته، يعني مع أنه أحياء هذه القضية دائما عم بيكون من خلال الكلمة. بعد عنا دقيقتين شو فينا بعد عنا دقيقتين إذا بدك نقرأ شوي، وفيك تقري قصيدة محمود درويش لأنها جد رائعة. ويسدى الستار. إذن عندما ينطفئ التصفيق في القاعة والظل يميل نحو صدري، يسقط المكياج عن وجهي الجليل، ولهذا أستقيل. أجد الليلة نفسي عاريا كالمذبحة، كان تمثيلي بعيدا عن مواويل أبي، كان تمثيلي غريبا عن عصافير الجليل وذراعي مروحه، ولهذا أستقيل. لقنوني كل ما يطلبه المخرج من رقص على إيقاع أكذوبته، وتعبت الآن، علقت أساطيري على حبل غسيل، ولهذا أستقيل. يعني إبداعات الشاعر الكبير محمود درويش لا تنتهي، لا يمل منه، لا يمل. يعني الكاتبة الجزائرية فضيلة الفاروق، الشكر الكبير لك على يعني موافاتنا دائما بإبداعات شعرائنا. أتمنى أن أكون أثريت الفقرة اليوم بأربعة كتب استثناء. طبعا طبعا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، من الشعر والقصيدة إلى الطبخ الفلسطيني ووصفات الشيف سليمان الشهية ضمن فقرة ولا أشعى. مرحبا، رح بلش أنا وياكم اليوم بأطباق بامتياز فلسطينية الأصل، لدرجة أنه جبنا القدرة، ما قدرنا نجيبها من الخليل، ولكن جبنا القدرة لنعمل الطبق اللي اسمه القدرة الخليلية. أول شيء نحن بحاجة لبصل، لزيت حلو يعني زيت زيتون. هالقد كان مهم الطبخ يكون حسب المناطق، إما بالزيت اللي بيطلع من الثمرة الغنية فيها فلسطين، زيت الزيتون، أو بالسمن، حسب السمن العربي اللي كان يجي من المواشي، حسب المنطقة اللي نحن منكون قاعدين فيها وعم نطبخ الطبق الخاص فيها. حطيت زيت حلو، حطيت بصل، وكمان بحاجة لكمية بصل كبيرة لأعمل المسخن اللي هو الطبق الثاني اللي رح حضره اليوم. كمان رح حط زيت حلو، زيت زيتون، والكمية هالقد بتكون يعني كل عمرهم كرمة أهل فلسطين، وكان الزيت الحلو اللي يعتبر ذو ثمن غالي هالقد موجود بالوصفات بكميات كبيرة. حطينا زيت زيتون، وراح نحط بصل جوانح لنحضر المسخن. وهلا راح اخبركم عن نوع اللحم اللي انا مختاره اليوم، وقديش قطع هاللحمه كبيره، وقديش مهم انا وعم بطبخ تكون قطعه اللحمه كبيره ومتلاصقه مع العظم، دلاله على قيمتها وثروتها. لكن حطينا زيت زيتون او زيت حلو بالطنجرتين، واحده حطينا فيها بصل ناعم، والتاني حطينا فيها بصل جوانح. البصلات صاروا على النار، رح ياخدوا وقتهم، أقل شيء بدنا 4-5 دقايق أو حتى أكتر للبصل الناعم، وبحاجة لأكتر من 15 دقيقة للبصل الجوانح. أكيد السماء وصدر الدجاج هن تكملة المسخن. رح نعمله اليوم بطريقة تكون سهلة لتنتناولها بطريقة أصابع. في عنا طريقتين للمسخن، إن شاء الله بالفقرة الثانية اللي بكون أنا وياكم فيها بنحكي عن الطريقة الثانية. النار لازم تكون قوية، كمية الزيت وافرة، والبصل. هلا هون في عندي قطع من اللحمة، هيدي القطع هي كناية عن فخذ غنم
مشفى منظف من كمية الدهن الكبيرة، وبقي عندي 4 قطع متلاصقين مع العظم، وهالقد القطعة كبيرة. نحن اليوم وصلنا لمرحلة ما عدنا نطبخ بقطع لحم هالقد كبيرة، بس تيبقى التقاليد موجود ويبقى التراث موجود اخترت قصدا القطع الكبيرة. بحاجة لبهار أسود حلو لنفركها. عم نحضر القدرة الخليلية، حطينا البصل الناعم مع زيت الزيتون، حطينا بهار أسود. حتى توجهت لمكان صاحب الدبوس أو صاحب المكان اللي اشتريت منه البهارات، كان فلسطيني، هلقد كنت مصر إنه حتى البهارات تبعنا تكون من مصدر فلسطيني. حطينا شوية قرفة ناعمة، القليل من الهيل الناعم، صار عنا بهار أسود حلو، قرفة ناعمة وهيل ناعم، وعندي هيل كمان حبوب الهيل الحب، وعندي ملعقة صغيرة من العقدة الصفرة اللي بتعطي الرز هيدا اللون. رح أرجع أحط كمان شوي فوق قطع اللحم. بضل عندي طحن الملح. لازم قطع اللحمة تتشرب منيح البهارات. هلا صار بقدر افركهم مزبوط، وبشيل اول قطعة بحطها على اختها تكون اخذت من الميلة التحتانية كمية البهارات. هيدا الفخذ، فخذ غنم، عملناه 4 شقف، هالقد حجم الحبة كبيرة. واللي رح نعمله لما بيتقلى معنا البصل رح نحط اللحمة فوق منها ونقليها ونحط لها المي ونطبخها. اكيد بهيديك الايام لما كانوا يعملوا القدرة الخليلية ما كانوا يستعملوا طنجرة ستانلس بعدين يردوها على القدرة، بس اليوم رح نسهل هيك شوي الامور ونشتغلها شوي بطريقة تكون سهلة علينا وعليكم مشاهدينا، مع العلم انه التراث هو اساس الطبخ، بس اللي عم نعمله ما عم بيغير كتير من تراث الطبخة. حطينا بهار اسود، قرفة ناعمة، كمون، كزبرة يابسة، رشة كمون، وحطينا هيل ناعم مع هيل حب وشوي من العقدة الصفرة. 2 دقيقة تشربت اللحمة البهارات كلها سوا، منحطهم فوق البصل اللي عم يتقلى، ومحضر على جنب مي سخنة. وأول ما تغلي اللحمة معي أول غلوة بشيل ورقة غار، حبة عود قرفة، وكل الغليان تبع اللحمة مع المي بيطلع خواص الغنم الطيب. برجع بكون عجنب ناقع الرز، نفس البهارات اللي استعملتها مع اللحمة برجع بستعملها مع الرز. بحط البهار الأسود، القرفة الناعمة، الكزبرة اليابسة، وأهم شي حب الهيل، قلية البصل بزيت الزيتون مع اللحمة، بتتقلى بتختر عمهلة. بنرجع بنجمع الرز مع اللحمة بالقدرة. جايب معي كمان خبز تنور أو خبز الصاج، ما بعرف قديش كان يكون خبز الصاج هالقد طري ورقيق بهيديك الايام، بس بعرف انه نفس المبدا، نفس القمحه اللي كانت تستعمل استعملت بالخبز. نرجع منغطي وجه القدره بالخبز، بنحط لها الغطا ومنفوتها على الفرن، تركها تغلي وتتختر. كنت عم بنسال هالقد المطبخ الفلسطيني غني، مش اليوم بس، على طول بقول انه اساس المطبخ العربي انتقل من المطبخ الفلسطيني بامتياز، باللحم، بالخضار. يعني ما بدي كتير هلأ ضوي على الأمور، حتى المقلوبة فلسطينية بامتياز، المسخن فلسطيني بامتياز، وأكيد القدرة الخليلية، وكتير من الطعام اللي نحنا منتناوله مع التحفظ على بعض الأصناف كلياتهم أساس التركيبة كانت نكهة فلسطينية وأسلوب فلسطيني. اللحمة عادة تاخد شي ساعة على النار، تتقلى على نار متوسطة مع البصل، بشيل شوي من البصل اللي عم يتقلى بزيت الحلو أو بزيت الزيتون، بحطه على وجه اللحمة. دايما بخلي حد مني بريق مي سخنة، ما بعرف إذا هذيك الأيام كانوا يخلوا بريق مي سخنة حدهم، بس بالطريقة الجديدة للطبخ دايما المي اللي أنا بستعملها لازم تكون مي كتير سخنة، نضفتها على الخضرة ولا ضفتها على اللحمة أو على البصل، شو ما كانت تكون. لما بدي استعمل مي بالطبخ يستحسن انه هيدا المي تكون مي مغلية. هيدا البصل الخاص بالمسخن
هون عندي الجيش كمان رح قطعهم جوانح، بس بالفقرة البريك بقطعهم جوانح بضيفهم على البصلات. وأهم شغلة أو البهار الأساسي الوحيد هو السمة، يعني مع البصل مع الجيش بحط السمة. فينا نستعمل فروش كامل نسحبه نحمره بالفرن ونعبيه له وجهه أو نغطيه بالبصل مع زيت الزيتون والسمة، أو منعتمد هيدا الأسلوب. رح نعمل سلطة ناعمة كمان كتير طيبة وشهية لترافق هالثلاث أطباق اللي عم نحضر. كل فترة دقيقة أو أكتر شوي بحرك اللحمة لتاخد بعضها مع البصلات والزيت الحلو، تمهيدا ليصير لها 4-5 دقايق. برجع بقلبها لتاني ميل كمان بتركها 4-5 دقايق، بحط مية السخنة، بحط لها ورقة غار أو ورقتين غار عود قرفة وبتركها تستوي على مهلها. شكرا لك شاف، رح نرجع بمحطات كثيرة معك دبن صباح النور. مشاهدينا سنذهب الآن وإياكم إلى فاصل، نتابع بعده باقي فقرات صباح النور، فانتظرونا. صباح النور مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة في الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية. صباح النور مجددا هبة. صباح النور طوني. أنت الفلسطينية بيننا راضية على وإنت المضمون. وأنت فلسطيني وإحنا كلنا فلسطينيون. بالدم طبعا. بس المضمون يوفي حق هذه رائع. الذكرى طبعا. أكيد طبعا. والفقرة السياسية أيضا في الإطار نفسه مع الزميلة ليال بشارة مع الخبر وضيفها. صباح النور ليال. صباح النور طوني. إليك تفضلي. مشاهدينا أهلا بكم في مثل هذا اليوم من كل عام من 15 من أيار مايو يحيي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ذكرى النكبة، ذكرى ضياع فلسطين وتشريد أهلها. ظلال النكبة ما زالت ماثلة حتى يومنا هذا منذ 7 عقود، لكنها تكتسب هذا العام مرارة وأملا. هي مرارة في ظل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية وتبدل في مواقف دول عربية لم تعد تعتبر فلسطين قضيتها الأولى، وهو تراجع يترافق مع قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. أمل يتجلى بإصرار الفلسطينيين على إبقاء قضيتهم حية وعلى مواصلة طريق النضال بعدما فشل صناع النكبة في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية. وكما قال الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، ما زالت أيدينا الجريحة قادرة على حمل غصن الزيتون اليابس. عن معنى النكبة في ذكرها 70 وعن راهن الوضع الفلسطيني نتحدث اليوم، ومعنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني ماجد عزام. أستاذ ماجد عزام أهلا بكم. أهلا فيك يا أهلا. بين عام 48 وعام 2018 70 عاما شهدت تغييرات ونكبات على الفلسطينيين والعرب معا، ماذا تغير وماذا بقي اليوم؟ يعني اللي تغير ربما نوع أو شكل أو عمق الاهتمام العربي الرسمي بالقضية الفلسطينية. يجب أن ننتبه أنه الاهتمام العربي الرسمي عندما كان حتى في أفضل أحواله لم يدر الصراع كما ينبغي، وبعد 20 عام من وصول العسكر إلى السلطة بحجة أظهار النكبة الأولى تسببوا بنكبة ثانية أسموها فقط نكسة كي لا يدفع الثمن. ثم بعد ذلك كانت محاولات للتصفية السياسية لتصفية القضية الفلسطينية من الناحية السياسية ونقد حتى ما جرى بعد النكبة الثانية عام 67، وتم الذهاب إلى الصلح وإلى التطبيع وإلى الاعتراف وإلى التفاوض، لكن حتى أقصى ما قدمه الاحتلال أو ما قدمه بين هلالين المجتمع الدولي المنحاز وليس الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة لم يكن ليتوافق مع الحد الأدنى اللي يمكن أن تقبل به الأنظمة العربية أو أنظمة الفلول القدامى قبل الثورات وحتى المنظومة السياسية الفلسطينية. لكن نحن الآن للأسف وبعد الانقضاض على الثورات وبعد الإفشال على الثورات وفي مرحلة الثورات المضادة والفلول الجدد بتنا أمام تصفية جدية وأمام قبول بالحد الأدنى
الذي تعرضه إسرائيل أو يعرضه المجتمع الدولي الممثل الآن بالولايات المتحدة. أما الذي بقى فهو الصمود الفلسطيني والعناد الفلسطيني بمعنى الشعبي بمعنى الجماهير. يعني ما من فلسطيني لا يقبل. رأينا حتى السلطة الفلسطينية مع عداها السيء والباهت والاستبدادي والفاسد هي تقول أنها ستواجه صفقة القرن حتى النهاية. لكن في السياق الشعبي في السياق الجماهير الفلسطيني هناك صمود هناك وعي هناك ذاكرة جمعية. والأهم أنه واضح أنه يعني إذا كان الجيل الأول مات الجيل الثاني لن ينسى ولا الجيل الثالث. نرى الجيل الثالث والرابع الموجودين في الشتات الفلسطيني كيف يحيي ذكرى النكبة كيف يعبروا عن تمسكهم بفلسطين كيف تبدو أحيانا في. سننتقل إلى هذه المحاور لاحقا في مقابلتنا. يعني أود فقط التعقيب على ما قلتموه للتو. ماذا بقي للشعب الفلسطيني اليوم بعد 70 عام على ذكرى النكبة؟ تاريخ ربما هو معاكس. عام 48 هبت الدول العربية لمساعدة الشعب الفلسطيني يومها، ولكن ما نراه اليوم تبدل في أولويات بعض الدول العربية التي لم تعد تعتبر بفلسطين القضية الأولى لها ولشعوبها أيضا على حد سواء. هذا صحيح. هذا اللي أصدته بأنظمة الثورات المضادة أنظمة الفلول الجدد إعادة إنتاج الطبقة التي حاولت أن تذهب إلى التفاوض أو إلى الصلح مع إسرائيل، لكن على الأقل بالحد الأدنى المقبول عربيا وحتى الحد الأدنى المقبول الفلسطيني الذي يمكن اختصاره بحل الدولتين. لكن نحن أمام أنظمة الثورات المضادة أنظمة الفلول الجدد فهي تقبل الحد الأدنى المقبول إسرائيلي المطروح إسرائيليا. ونحن أمام تصفية القضية الفلسطينية. إذا تحدثنا أن القدس أصبحت أو تريد الولايات المتحدة أن تجعلها أو وافقت على أن تكون عاصمة لإسرائيل ويتم الحديث عن تصفية الأونروا وتصفية قضية اللاجئين، ماذا بقى من القضية الفلسطينية؟ لكن يجب أن ننتبه أنه رغم الوضع السيء الأوضاع السيئة الشعب الفلسطيني كان دوما قادرا على الصمود في أحلك الظروف. هذا ليس كلام إنشائي. يعني نرى الآن في حتى في ظل الضغوط لفرض ما تسمى صفقة القرن وفرض تصفية القضية الفلسطينية أو الانتهاء من القضية الفلسطينية الانشغال بقضايا تعتبرها الأنظمة العربية ربما أكثر أهمية، لكن الشعب الفلسطيني واضح أنه سيرفض هذا الأمر، واضح رفض هذا الأمر سيرفض هذا الأمر وسيمضي حتى النهاية. وكما رأينا من كل التجارب التاريخية لا يمكن فرض أي شيء لا يقبله الفلسطينيون. يجب أن نتذكر أنه مصر وهي أكبر دولة عربية ذهبت إلى كامب ديفيد وذهبت إلى الصلح والتفاوض والتطبيع والاعتراف، لكن بما أن الطرف الفلسطيني كان رافض فما كان بالإمكان أن يتعمم كان ديفيد عربيا. يعني الآن هناك محاولات يعني جدية من بعض الموقف العربي كيف قام طيلة 70 عام. أستاذ أود فقط هنا نطرح سؤال، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ماذا يعني، خاصة أنه يتزامن مع إحياء ذكرى 70 للنكبة؟ أليس هذا دليل على استفزاز للفلسطينيين؟ ومع غياب أي موقف عربي غياب عربي بل تغييب في أولويات دول عربية باتت اليوم تتقاسم مع إسرائيل العداء العلني لإيران. هذا صحيح، هو استفزاز ولكن هو حتى أكثر من استفزاز. نحن أمام محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. إذا تحدثنا أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون عاصمتها القدس، إذا تحدثنا عن اللاجئين، إذا تحدثنا عن الأرض والحدود، فنحن عندما نتحدث عن إزاحة القدس عن الطاولة كما يقول ترامب وإزاحة اللاجئين عن الطاولة أيضا كما يقول ترامب وكما تقول حكومة نتنياهو، إذا تحدث المطروح هو بقاء المستوطنات معنى ذلك دولة على نصف الضفة وأقل من الضفة. يعني أمام تصفية قضية أساسية وموصوفة للقضية الفلسطينية، ولا والأنظمة العربية هي واضحة. يعني الآن تقول إنه إيران صحيح أنها تحتل 4 عواصم عربية، صحيح أنها ساهمت في تدمير الحواضر العربية التي كانت تاريخيا الخزان البشري والخزان السياسي والخزان الأمني والعسكري لتحرير فلسطين. إذا تحدثنا عن حلب تحدثنا عن الموصل حتى تحدثنا عن الشام، لكن هذا ليس مبرر للتغاضي عن أنه إسرائيل تحتل فلسطين وأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة. وأنا أود أن أقول أنه رغم كل الضغوط العربية، يعني بعد الانسحاب من لبنان أو خروج الثورة من لبنان عام 82 وكانت هناك مبادرة فاس وكان حديث حتى عن تصفية القضية الفلسطينية كانت الانتفاضة الأولى، يجب أن ننتبه جيدا. وحتى بعد
هذا اتضاح أن أوسلو وصل إلى طريق مسدود وأن أقصى ما تطرحه إسرائيل لا يتوافق مع الحد الأدنى المقبول فلسطينيا كانت الانتفاضة الثانية. أنا أعتقد أنه العناد الفلسطيني موجود على الأرض، نراه بعيوننا، نلمسه بأيدينا، وكما قلت طالما أنه يرفض الفلسطينيون فلا يمكن تمرين أي صفقة. والعرب حاولوا أكثر من مرة الضغط على الفلسطينيين في عدة اتجاهات، لكن طالما أنه المزاج الشعب الفلسطيني رافض، هناك توحد فلسطيني كبير وحقيقي ومنسجم وجمعي في رفض صفقة القرن. وبما أن الشعب الفلسطيني سيرفضها أي كانت الضغوط فلن تمر. ما لا يمكن أن يعترف أحد بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ولا يمكن أن يتنازل اللاجئون عن حقهم. ونرى كيف يتعاطى اللاجئون في الشتات مع قضية حق العودة ومع تمسكهم بحقوقهم. يعني أنا أعتقد أن الموقف الفلسطيني واضح حتى للأسف في ظل الانقسام وفي ظل العجز عن التوافق وفي ظل التوحد لمواجهة. أستاذ ماجد، سننتقل في المحاور المقبلة للوضع الفلسطيني الداخلي عربيا. ما الذي حال في السنوات الأخيرة دون وجود موقف عربي موحد بالحد الأدنى يقف بوجه إسرائيل وقرارات الإدارة الأمريكية، خاصة الإدارة المحافظة التي وصلت أخيرا إلى البيت الأبيض؟ هذا سؤال مهم. يعني إذا كان في تقديم حضرتك في المراحل في 70 عام، يجب أن ننتبه أن أنظمة الاستبداد العسكرية، أنظمة الانقلاب اللي وصلت إلى السلطة بعد النكبة الأولى، وصلت بحجة إزالة أثار النكبة الثانية، رغم أننا كنا نملك أنظمة مدنية ديمقراطية في حواضرنا الكبرى الثلاث، القاهرة ودمشق وبغداد، وفشلت مع الاستبداد والقاهر والفساد، فشلت حتى في بناء دول حقيقية، وتسببت بالنكبة الثانية عام 67. كنتيجة طبيعية للنكبة الثانية عام 67 حصل ما قاله غسان كنفاني، يعني الشهيد غسان كنفان، انه تم تغيير القضيه لم يتم تغيير الاشخاص. بعد النكبه الثانيه عام 67 تم الذهاب الى 2-4-2، وبدنا امام ما يعرف بحل الدولتين اسمع على مقاطعتك مره اخرى، ولكن فقط اود هنا ان اشير الى انه مثلا نعطي هناك قرار عربي صادر عن قمه عمان عام 80 يدعو الى قطع العلاقات مع اي دوله تتجرأ على نقل سفارتها الى القدس، لم نره مع قرار الإدارة الأمريكية. أنا سأصل إلى هذه النقطة. يعني أنا ما أسميها وما سميتها بأنظمة الفلول القدامى اللي تمسكت أو ربما نقول أنه تبنت الموقف السياسي بعد النكبة الثانية بالاعتراف بإسرائيل عمليا ب 2-4-2، الذهاب إلى المفاوضات، الحديث عن جنيف أولا في نهاية السبعينات، ثم الذهاب إلى أوسلو ومدريد وواشنطن ووادي عربة، وحتى المفاوضات بين النظام السوري نظام الأسد الأب مع إسرائيل. يعني أنظمة الفلول القدامى كانت تريد التوصل إلى تسوية، فينا نسميها التسوية بالحد الأدنى، لكن مع هبة الشعوب ومع الارتداد على ثورات الشعوب ومع الثورات المضادة، بدنا أمام أنظمة فلول جدد لا تكتسب شعبيتها إلا من الدعم الأمريكي لها، ولأنها تكتسب شعبيتها من الدعم الأمريكي لها فهي تعتقد أنه لا بد أو هي مجبرة، تبدو مجبرة للحفاظ على نفسها، للحفاظ على مكاسبها في التسوق مع المطالب والشروط الأمريكية. من هنا المواقف العربية الخجولة، ليس فقط في عدم قطع العلاقات مع من استاذ اسفي على مقاطعة أيضا مرة أخرى، انطلاقا مما قلتموه للتو، الذكرى 70 تحل اليوم وسط حديث عن صفقة القرن، ويمكن أن تتضمنه هذه الصفقة من إلغاء حق العودة لمئات آلاف الفلسطينيين متواجدين في دول هي دول تخشى اليوم التوطين. أي مسوغ يمكن أن يبرر اليوم تمرير صفقة القرن عربيا ودوليا بطبيعة الحال؟ يعني الأنظمة اللي صمتت عن معارضة صفقة القرن بقوة، رأينا طبعا ما حاول أن يملي أشرف صفوة الشريف الروبي على مجموعة من الصحفيين وحتى الفنانين اللي يعتقد أنهم صناع رأي عام لتبرير صفقة القرن، وأنه شو بتفرق رام الله مثل القدس، شو بتفرق رام الله عن القدس، المهم الحل. هي تستفيد من شرعيتها من دعم الولايات المتحدة وبالتالي دعم إسرائيل لها. هي تعرف أنها لا تملك شرعية داخلية، هي لا تعرف أنها لا تملك شعبية جماهيرية، وهي تعرف أنه بدون دعم أمريكي إسرائيلي ربما حتى تسقط رغم الغضب الشعبي أو الرفض الشعبي لها. الهدف الأساسي من دعم صفقة القرن هو الحصول على مكتسبات داخلية، يعني هذا استبداد موصوف. كلما فقدت أنظمة الاستبداد شرعيتها في الداخل حاولت أن تحصل على شرعية من الخارج، ولكي تحصل على شرعية من الخارج ولكي تحصل على دعم من الخارج وفق القاعدة المشهورة أنه لا وجبات مجانية، لابد أن تقدم تنازلات، وهي أيضا واحدة من ما يعني
تعبيرات الاستبداد الموصوف اللعب بالورقة الفلسطينية وبالتنازل بالورقة الفلسطينية، لكن الآن يبدو التنازل فج، ويبدو التنازل حتى غير متصور، لأنه الأنظمة وصلت إلى ضعف من الداخل ومواجهة المشاكل وعجز عن تقديم أي إنجازات لدرجة تدفعها إلى القبول بكل ما يطرح، حتى لو كان صفقة القرن وحتى لو كان التنازل فج وصريح عن القضية الفلسطينية، عن القدس وعن اللاجئين. أستاذ ماجد عزام، كما نحن نتحدث الآن عن صفقة القرن، هناك تصريح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قال إن القيادة الفلسطينية رفضت جميع المقترحات المقدمة لها بالنسبة للمفاوضات. لقد حان الوقت للفلسطينيين الموافقة على الذهاب إلى طاولة المفاوضات أو أن يصمتوا أو يتوقفوا عن الشكوى والتذمر. لماذا هذا الخلط اليوم بين المظلوم والمعتدي؟ يعني هذا إضافة إلى الناحية المنهجية بالتصرف بحيادية بين المحتل والشعب الفلسطيني، هذا الكلام غير صحيح، لأنه حتى الرئيس محمود عباس يقول صبح مساء أنه مستعد للعودة إلى التفاوض وفق الشروط اللي تم التوافق عليها وفق المحددات. لكن عندما يقول ترامب أنه القدس أزيحت عن الطاولة، وعندما يريد إزاحة اللاجئين، وعندما يريد أن يفرض ويقول لن ننسحب ولن يتم تفكيك المستوطنات وأنه حكم ذاتي بلدي موسع يمكن تسمية دولة، أي شيء يمكن التفاوض عليه، الحقيقة أنه هذا التصريح غير صحيح، وأنه حتى السلطة الفلسطينية في أسوأ أوضاعها وفي يعني وضعها البائس الحالي وفي يعني ذهابها بعيدا في فكرة كما كان يقول محمود عباس التفاوض التفاوض ثم التفاوض، هي لا ترفض التفاوض لكن لا تجد لا شيء هناك يمكن التفاوض عليه، وهذا أمر مهم جدا. يعني ليس هناك، محمود عباس يقول في المجلس الوطني قال أنه مستعد للذهاب للعودة للتفاوض، في كل مكان في أمريكا اللاتينية في أوروبا في أي مكان يذهب إليه يقول أنه مستعد للتفاوض، لكن ليس هناك ما يمكن التفاوض عليه. عندما ننتقل يعني لضيق الوقت، تفضل لإكمال الفكرة فقط، تفضل أستاذ ماجد. إذا كان تم إزاحة القدس واللاجئين، وإذا كان لا 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 تفكيك للمستوطنات، وإذا كان الاحتفاظ بغور الأردن والاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على الضفة الغربية، أي شيء يمكن التفاوض عليه. نحن أمام فرض للشروط الإسرائيلية، وهذا حتى لا يسمى تفاوض. يعني أستاذ ماجد عزام، ننتقل الآن إلى الوضع الداخلي الفلسطيني. الفلسطينيون يحيون ذكرى 70 للنكبة، تأتي وسط ظروف يمكن اعتبارها الأصعب تاريخيا في ظل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني والعربي العربي. هل ذهبت المصالحة إلى غير رجعة؟ هل يمكن قول ذلك اليوم؟ لا، للأسف يعني أنا حزين وآسف أيضا أنه المصالحة، يعني رأينا أكثر من إعلان ربما عن موت المصالحة، وحتى يعني موتها باتت حتى ليس سر يعني، لكن موت المصالحة بات أمر معلن للأسف، و الانقسام يتعمق، وللأسف الشديد يعني أنا أعتقد أنه الشعب الفلسطيني طبعا لأنه لا أحد سيجرؤ على التوقيع على صفقة القرن مثلا، لكن لا يمكن تصور أنه إفشالها بالمعنى السياسي هو نيل الحقوق الفلسطينية في ظل الانقسام وفي ظل استمرار الانقسام. يعني رأينا في الفترة الأخيرة بعد حادثة اغتيال رامي الحمد الله، ثم عقد المجلس الوطني بشكل غير توافقي، ثم فرض لجنة إعادة إنتاج الطبقة السياسية التي وافقت على أوسلو، ثم أوصلت الوضع الفلسطيني لما وصلت إليه. نحن أمام إعادة إنتاج للطبقة السياسية نفسها التي عجزت عن تحقيق الأمال الفلسطينية، يتم ميك أب يمكن يسعى عملية تجميل أو رتوش على الطبقة السياسية الهرمة الفاسدة والمتراهلة التي فشلت في التفاوض وفشلت في تحسين الأوضاع الفلسطينية حتى بالمعنى الملموس على الأرض. لكن للأسف طالما أنه ليس هناك مصالحة لا يمكن أن يتم مواجهة صفقة القرن بشكل جدي، إحراج الدول العربية بشكل جدي، منعها من فرض الضغوط على الشعب الفلسطيني بشكل جدي، وعلى الأقل تحسين أوضاع الناس بشكل يسمح لهم بمقاومة الضغوط الإسرائيلية. أستاذ ماجد عزام، اسفي على مقاطعتك مرة شديدة، باختصار شديد، مسيرات العودة هل هي بصيص الأمل المتبقي اليوم لدى الشعب الفلسطيني؟ كيف السبيل إلى تمتين أيضا هذا الموقف وحشد الدعم الدولي العربي لهذه المجزرات والدعم الموقف الداخلي الفلسطيني خاصة؟ مسيرة عودة هي دليل أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم، الشعب الفلسطيني
لا يقبل بالضغوط، لا يقبل بمحاولة قتل أو تصفية القضية الفلسطينية، ومسيرة العودة هي عادة أو تكريس لحقيقة الوضع على الأرض، يعني أنه هناك احتلال وهناك شعب فلسطيني أعزل وهو يقاوم أو يواجه الرصاص الإسرائيلي، يواجه كافة الأسلحة الإسرائيلية بصدره العاري، هذا صحيح. ومسيرة العودة كانت محاولة لإعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، هذا صحيح، لكن مسيرة العودة هدفها الأساسي كما لا يخفي حتى قادتها وقادة حماس في غزة، يعني الهدف الأساسي هو رفع الحصار أو تحسين الأوضاع التي وصلت إلى حد الانهيار. لكن الأهم، الأمر الأهم في مسيرة العودة أنه لا يمكن فرض الموت البطيء ولا حتى الموت على أو الاستسلام على الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني اللي رفض الحصار ورفض أن يتم قتله في غزة لا يمكن أن يقبل بأمور لها علاقة بتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. ومسيرة العودة واحدة من تجلياتها وتعبيراتها طبعا أنه لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية بمعزل عن الشعب الفلسطيني. أستاذ مجد عزام الكاتب والإعلامي الفلسطيني من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم على المشاركة اليوم. مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم، حلقة الفقرة السياسية. الآن نعود إلى إكمال باقي فقرات صباح النور إلى الزملاء. شكرا لك ليال ورام. شكرا لك ليال ولضيفك الكريم. مشاهدينا سنذهب الآن وإياكم إلى فلسطين، وتحديدا لنتعرف على قصة أم فلسطينية مناضلة فايزة أبو طعيمة، فقدت طفلتها قبل أعوام، ومنذ ذلك الحين توزع المياه الباردة من جيبها الخاص على المتظاهرين في المظاهرات ضد الإسرائيليين رحمة عن روح طفلتها. المزيد في هذا التقرير. مطلع إيش لله، طبعا مطلعت على روح بنتي. الكل بيعمل مش عقدان، الكل بيعمل، وانا بشجع اللي بيعملوا الحاجات هذه، يوزعوا مي، يوزعوا ايش ما يوزع، انا بشجع الناس اللي بتعمل الاشي هذا. انا جاي ادعمهم، واللي ربنا بقدرنا عليه بسويه، مش بسوش، ربنا يقدرنا عليه بسويه الحمد لله، سواء بسوي هنا ولا برا، سواء بسوي هنا ولا في داري، سواء بسوي هنا ولا في داري، الكل بطعم الحمد لله. أنا بقوله بأعلى صوت، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من ظلم غزة، على كل من جار على غزة، على كل من جار على الطنن. عمره 5 سنين بجيك هنا، الطنن عمره 5 سنين، مش أمه بدها تيجي تحارب، مش أمه بدها تيجي مع أمه بتجيبه معاه. هذا تعب الوزع فيه، هذا تعب الوزع فيه. أنا الحين فقدتن الوزع فيه، فقدتن، بس مش فارقة عندي. يقاوم بطريقته، يعني هيدا بس هيك لذكر بانه قد ايه عن جد بنعيش بنكبات. مثل ما انا حكيت، هي النكبه مش وحده، يعني للاسف فايزة ابو طعيمه لما تفقد بنتها عمرها 5 سنين كمان هاي نكبه طبعا. ولما بنكون عايشين كل الوقت واحنا بضرب وبقصف وبدمار وبفقدان لاقل مقومات حتى الحياه، نعم. كناس كانسان، فهاي كمان نكبة. هذه النكبة التي عم بيعيشها الفلسطينيين كل يوم، كان بفلسطين وكان حتى بالشتات، وكان حتى بالشتات بالمخيمات وكل الحرمان صحيح. الذي نعيشه. يعني مشاهدينا سنذهب الآن لنتعرف على الأكاذيب التي حاكها العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مزورا لحقائق وطامسا لوقائع. فما هي أبرز هذه الأكاذيب؟ تخبرنا عنها هبة ضمن فقرة ما لا تعرفه.
شكرا راوية. هالفقرة بدنا نحكي فيها عن الأكاذيب والخرافات وال يعني دس السم بالعسل مثل ما بيعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يعني هذا جزء من الاعتداءات الإسرائيلية طبعا. احنا ما بنغفل الجرائم طبعا. ما بنغفل ابدا انه يعني جرائم الإبادة الجماعية اللي طبعا. صارت في عدد كتير كبير من القرى والمناطق الفلسطينية طبعا. واللي أبدت فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين. خلينا نحكي اول شيء عن الأكاذيب والخرافات التي نشرها الاحتلال الإسرائيلي منذ تخطيطه لنشأة دولته المزعومة على أرض فلسطين، ومن ثم أصبحت للأسف هذه الأكاذيب وكأنها حقائق يتداولها الكثير من العرب دون أدنى تكليف لأنفسهم بالبحث والتمحيص عن الحقائق الواضحة وضوح الشمس. اليوم اخترت لكم ثلاث أكاذيب لعرضها عليكم، رغم أن ملف التلفيقات الإسرائيلية كبير ويتسع لحلقات متواصلة للحديث عنه. بداية سأتحدث عن كذبة بيع الفلسطينيين لأرضهم. الحقيقة مشاهدين التي تثبتها الوثائق تؤكد أن الصهاينة قد حصلوا على الأراضي بطرق مختلفة، أهمها ثلاث. الطريقة الأولى، بعض الأراضي اشتراها الاحتلال من الموظفين العثمانيين الفاسدين، وذلك على الرغم من منع السلطان عبد الحميد الثاني البيع لليهود وأصدر تعليماته بمقاومة الهجرة والاستيطان اليهودي. الطريقة الثانية كانت من خلال سلب الاحتلال لأراضي اللبنانيين والسوريين الذين منعوا من دخول فلسطين فاضطروا إلى عرض أراضيهم في شمال فلسطين للبيع. أما الطريقة الثالثة فهي منح الانتداب البريطاني للصهاينة الكثير من الأراضي الفلسطينية سواء دون مقابل أو بالبيع الصوري، وتلك المساحات موثقة ويمكن الاطلاع عليها بسهولة بالغة. سأنتقل إلى كذبة أخرى وهي كذبة أرض الميعاد. فقد دأبت الآلة الإعلامية الصهيونية على الترويج لفكرة العودة، أي عودة اليهود إلى فلسطين، وأن ذلك مكتوب في العهد القديم من الكتاب المقدس، وقد نجحت هذه التلفيقة وخصوصا في البلدان التي تتبع المذهب البروتستانتي في أمريكا وبريطانيا خاصة، وحيث العهد القديم من الكتاب المقدس يتخذ أهمية حيوية في العبادة. لقد بدأت دعاوى أرض الميعاد في كتابات صهيونية مبكرة في القرن التاسع عشر، لكنها كانت مبنية على خيال خصب وعلى معلومات خاطئة لدى من كتبها ومعرفة جزئية بالتوراة. فالإشارة إلى العودة جاءت فعلا في الكتاب المقدس، لكنها كتبت في مرحلة السبي البابلي، أي عندما طرد الحاكم الروماني في فلسطين اليهود إلى العراق عام 70 قبل الميلاد. ولقد سمح الفرس لليهود المسبيين في بابل بالعودة إلى فلسطين، ما يعني أن العودة التوراتية حصلت فعلا ولكن في ذلك الزمن السحيق وليس لها علاقة بفلسطين اليوم. أما أساس الدعاوى الصهيونية فهي كلام شاعري نشر في صحيفة دير أورينت اليهودية الألمانية وعام 1840، وفيها خريطة المشرق العربي وعليها جزء مظلل يمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل شاملا لبنان وفلسطين ومعظم سوريا وحتى ضفة نهر النيل في مصر شرق القاهرة، أي أن هذه الأرض ستكون أرض الميعاد كما جاء في ذلك المقال الخيالي. الكذبة الأخيرة التي سأتحدث عنها مشاهدينا هي كذبة اضطهاد اليهود في العالم العربي. عملت الآلة الإعلامية الصهيونية على الترويج الكاذب على اضطهاد اليهود في الدول العربية قبل قيام إسرائيل عام 48، والحقيقة أن اليهود لم يتعرضوا لأي سوء في الدول العربية منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين، إلا أنهم ذاقوا الاضطهاد في أوروبا ليس فقط بسبب النازية في القرن العشرين، بل منذ أن أعلن البابا من الفاتيكان ضرورة عزلهم في جيتاوات عام 1555. أما في بلاد العرب فقد ازدهر اليهود وكان لهم مراكز مهمة منذ الدولة العباسية وزمن هارون الرشيد وابنيه الأمين والمأمون، مرورا بالأندلس أو إسبانيا حتى سقوطها في القرن الخامس عشر، وعندما أقفلت أوروبا في وجوههم أو أقفلت في وجوههم عام 1492 لجأ يهود الأندلس إلى المنطقة العربية، وعندما غزا جيش نابليون فلسطين عام 1798 قاومه أحمد باشا الجزار وكان معاوناه الأساسيان في ولاية عكا يهوديين فلسطينيين هما شاؤول فرحي وابن حاييم اللذين تمكنا من حشد حرفيي القدس لتدعيم تحصينات قلعة عكا. وفي عام 1843 كتب قناصل إنجلترا عن يهود دمشق أنهم من الأثرياء ومنازلهم كالقصور، وأن من كبار تجار دمشق في تلك الفترة كانت عائلة نسيم، كانت يعني كان مراد وفرحي ورفائيل نسيم، حيث
كان دخول كل منهم كان مدخول عفوا كل منهم 1,500,000 ليرة عثمانية من الذهب. طبعا الليرة من الذهب سنويا كانت في تلك الوقت. ولقد تعجب قناص أوروبا لأنه كانت يعني رواتبهم ربما سنوية أكثر من رواتب الملوك والأمراء في ذلك الوقت. يعني هبة أكاذيب منوعة يحاول الإسرائيليون دسها بالإعلام، يعني أعتقد بأن هذا ما يسمى البروباغندا الإعلامية الممنهجة. نعم. التي يحاول من خلالها الاحتلال الإسرائيلي ربما طمس الحقائق والتواريخ لقلب الرأي العام العالمي الذي يعني دائما ما يحاسبه من خلال قرارات الأمم المتحدة أو من خلال الرفض الشعبي لكل ما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني. ولكن هذا التغيير، المحاولات التغيير للتواريخ لا يمكن أن يقوم بها، لأنه واجبنا كإعلام عربي أن نضوي عليها. ربما أنا راوية يعني حبيت أنه أحكي عن هالموضوع بيوم النكبة، لأنه يمكن بهذا الوقت عم نلاقي كتير من الصحفيين للأسف العرب اللي عم بيكونوا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على التلفزيونات وعم بيحكوا عن فلسطين بطريقة كتير غريبة، وحتى صار في اختلاف للهجة، وربما هؤلاء من العرب اللي يعني بتكوني آخر ما تتوقعين أنه هم يحكوا عن القضية الفلسطينية بهذه الطريقة. حبيت أنه يعني أحكي عن الأكاذيب، وقلت مثل ما بداية حديثي أنا وأنت أنه هذا ما بيعني أنه فقط هي هاي الأكاذيب اللي بيروج لها الاحتلال الإسرائيلي فقط. يعني إحنا بنشوف يمكن طبعا. ربما محمد الدرة الكل عرف بقصته وتم نسب هذه الجريمة إلى أنه الفلسطينيين عملوها مع طفل إسرائيلي، هيك تم نسبها يعني ربما بشوارع تزوير للحقائق، وأصلا دولة الاحتلال الإسرائيلي هي مبنية على تزوير الحقائق على الكذب، يعني إن كانت من خلال الأكاذيب اللي حكينا عنها، من خلال الدعايات المغرضة والكاذبة، وأيضا من خلال أيضا المجازر اللي دائما يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ويستغل يعني المنابر الإعلامية للحديث عن يعني أشياء أخرى، وربما الحديث عن إرهاب من تنظيمات فلسطينية ربما أخرى تقوم فقط بدافع المقاومة. صحيح. ضد عدو غاشم هو المحتل الأرض، مش إحنا اللي احتلينا. صحيح. يعني هبة اللي عم تقوليه جدا مهم، وأنا برأيي ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو لهدفين حسب رأيي الشخصي. الأول هو تشريع احتلاله، لأنه عندما يزور الحقائق التاريخية ويقول للرأي العام بأننا نحن هذه أرضنا، أرض الأم، الأرض الميعاد، فإنه يقول يعني يشرع، يحاول أن يشرع احتلال، وهذا غير مقبول. الهدف الثاني برأيي هو تحويل بوصلة السياسة الآن لكي لا تكون قضية العرب الأولى هي فلسطين. يعني يحاولون إلهاءنا كعرب باختلاق مشكلات ببقاع عديدة من عالمنا العربي لكي لا تكون هذه قضيتنا الأساس، ولكن يعني هذه المحاولات تتبوء بالفشل بظل وجودنا كإعلام عربي وبظل الوعي العربي ل نوايا الاحتلال. صحيح. طبعا واكيد لنا احنا دور كثير كبير طبعاً. بنشر المعلومات الصحيحه، ولكن بامانه قولي لي راويه، اي كذبه من الكذبات سمعتيها عن جد من حدا ربما عنها؟ يعني كل الاكاذيب اللي قلتيها بنقراها دائما وبيحاولوا، ارض الميعاد هي دائما الكذبه اللي يتحججون بها بانه فلسطين هي ارض يعني منبع اليهوديه ومن هناك انطلقوا وهي ارضهم الام. ولكن حتى يعني انا في مره من مرات قرأت تحليل لأحد الباحثين عن هذا الموضوع بيقول حتى لو كان الرابط الذي يربط اليهود بفلسطين هو رابط ديني، فالقدس هي للمسلمين والمسيحيين. نعم. فأنتم ترتبطون بنا دينيا ولكن أرضنا لنا، أرضنا للفلسطينيين. نعم. وحتى يعني حتى من كلامك اللي أنا هيك منه، يعني حتى قبل النكبة بعام 1948 قبلها كان الفلسطينيين بيعيشوا بفلسطين كانوا إسلام ومسيحيين ويهود، يعني صحيح. بأمن وسلام، يعني لم يكن هناك أي تفرقة. واليوم أنا كمان ربما ذكرت عن اليهود بالوطن العربي كيف كانوا عم بيعيشوا، يعني ما كان هناك تفرقة بين الأديان، وكانت يعني الدولة كان فيها حرية للعبادة للثلاث أطراف وحتى صحيح. الأطراف والأقليات الأخرى من يعني الديانات الأخرى. صحيح. فهذا دليل كتير كبير على أنه ما حدث هو حتى لو كان مثل ما قلت إنه الأرض هي أرض ميعاد، ولكن ليس مبرر لها لا
بقيام دولة عنصرية تكون للون واحد أو لطائفة واحدة، ولا يعني عمل تلك المجازر وهذه الأكاذيب التي يعني يلفقها الاحتلال الإسرائيلي. يعني صفحة دموية يعني يحاول الاحتلال الإسرائيلي تبييضها من خلال هذه الأكاذيب، ومن خلال يعني محاملة يعني طمس الحقائق اللي هي اللي عم بيساوي يعني الممارسات القتل، الجدار الفصل الذي يقوم به، المستوطنات التي تزيد أعدادها يوميا، يعني كلها حقائق لا يمكن للرأي العام إلا أن يراها، وأصلا يسجل لكل الناس اللي هن مع القضية الفلسطينية شو ما صار، بتلاقيهم بينزلوا على الشوارع بيرددوا اسم فلسطين وبيرجعوا بيحملوا القضية. فهذه المحاولات باءت بالفشل، وبرأيي أنه المقاومة الفلسطينية كانت أمس وهي اليوم وستكون غدا طبعا بمسيرات العودة، مثل ما كنا أنا تعدي عم تحكي زميلتنا بالفقرة السياسية، هي أكبر يعني دليل على أنه مقاومة بعدها موجودة، إن كان بقطاع غزة أو بالضفة الغربية أو حتى بالداخل المحتل وفي القدس. كلها موجودة، وكل الفلسطينيين يعني حافظين القضية طبعا. وقد ما ضلهم يعني إن كان الاحتلال الإسرائيلي وكل من يشد على يده قد ما حاول أنه ينسي الناس القضية، إن كان جوا فلسطين أو برا فلسطين، يعني هناك صعوبات كبيرة جدا واستحالة يعني حدود ذلك. القضية الفلسطينية لم ينسوها ليتذكروها أكيد. أصلا شكرا لك هبة على هذه المعلومات القيمة. مشاهدينا سنذهب وإياكم إلى وقفة، نعود بعدها لنكون مع نشاطات حركة شباب حيفا أحياء لذكرى النكبة، فانتظرونا. صباح النور مجددا مشاهدينا، صباح النور مجددا هبة. صباح النور توني. شو الطبق الفلسطيني المفضل عندك؟ في أطباق كثيرة، المسخن والمنسف أكيد، والملوخية يعني هو طبق بكل الدول العربية بس كمان بحبه على الطريقة الفلسطينية. و تعمل تبولة؟ بحب شغلة كتير في تبولة فلسطينية؟ في تبولة يعني يمكن ما بعرف إذا هي من الأصل هي بس لبنانية أو هيك كانت دخيلة، ولكن في تبولة بتنعمل. ولكن بقطاع غزة عندهم سلطة اسمها السلطة الغزوية، هاي من أطيب يعني تحياتي لكل أهل غزة. قلتيها مع نفس عميق. رائعة. أنا يعني عندي اثنين كانوا من صديقاتي كانوا بيعملوها، بس أروح عندهم على البيت وحرة وبتنعمل بالفخارة لأنه أنت بتحب الفخارة، فكانت من أطيب الأشياء اللي أنا أكلتها بقطاع غزة. بكل أحوال شيف سليمان اليوم طالما جبت سيرة الفخار استعمل القدر يلي بيشبه الفخار. بركي منسأله لاحقا عن الطعم يلي بيزيد القدر على الطبق. لننتقل سوية إلى الشيف سليمان مع أطباقه الفلسطينية في ولا أشهى. خلقتي عندي حس الحشريه هلا. اها لازم اعرف شو هي هيدي السلطه الغزاويه. السلطه الغزاويه يعني السلطه الغزاويه هي عباره، هلا هي كثير بسيطه شايف، هي عباره عن اول شيء بيجيبوا الفلفل الحار الاخضر الحار وهيك بيقطعوه صغير، وبعدين ببلشوا يدقوا فيه بالفخارة، بحطوا فوقه البندورة وبحطوا فوقه عين جرادة مش موجودة هون بلبنان. هي نوع من النوع من البهار أو هيك الحبوب الصغيرة، يعني بتستخدم كتير بحطوها بفلسطين، بحطوها على المفتول اللي هو قريب ل للكسكوس التونسي المغربية. يعني المفتول قريب أو القريب للمغربية. نعم المفتول بحطوها عين الجرادة، بتنحط على المفتول وبتنحط كمان بالسلطة الغزاوية، وبتكون وبدقوهم كلهم سوا وبحطوا فوقها جبنة بس يعني شيء رائع. واضح أنه محضرتها قبل بوقت. لا كنت شوفوا زنبك عجنبك هيني السلطة قاعد عم بلمح لي لحتى أعمل له إياها. سهلة السلطة. نعم سهلة السلطة. سهلة بس أول مرة بسمع. أنا نسيته كمان يعني معها بس إنه سهلة. بس أول مرة بسمع بسلطة بفخار، يعني عادة بناكل أكل ساخن. هي بتتاكل أصلاً بالخبز يعني. توني في تقاليد فلسطينية موجودة إذا بنرجع بنحييها بالمطاعم، يعني إذا أنا اليوم بقرر أفتح مطبخ فلسطيني أو مطعم فلسطيني وبرجع للتراث من القدرة الخليلية للسلطة اللي عم بتقول عنها للمسخن الأصيل،
أكيد ممكن تعلى نسبة المبيعات عندي كثير عالية لأنه نتطلع إلى التراث القديم ولكن أكيد بإكويبمنت أو بمعدات شوي القيمة الغذائية أو القيمة الصحية تبعها محمية شوي أكثر. نعم. بس بشكل عام أنا بعمل دورات بعلم الطبخ الفلسطيني بأكثر من مكان بلبنان. كرمال هيك اطلعت وحتى عملت دورة بمكان ما بالأكل الفلسطيني. نعم. لدرجة أنه لما بقول عم بعمل قدرة خليلية ما بلعب بالمكونات. نعم. يعني ما بلبننا ولا بعربها ولا شيء. كما هي الوصفة مثل ما كانت السيدة عم تحكي عن التقاليد القديمة بتبعها. هلأ بالمسخن عاملين شوية أمور. ليه؟ اليوم أول شيء بدنا نعرض للمشاهدين كنا عم نعمل نربح بنفس الوضع. ما رح نعملها قطعة واحدة، رح نعملها بشكل سوري أو نعم. بشكل أصابع. هيك أنت عم بتحدثها. عم حدثها وعم حفزها. نحن بنستعمل هيدي العبارة. هي لازم تكون الخبز هيك فوق بعضه وبعدين بينحط فوقه. صحيح. بس كنا عم نتسأل شيف إنه إن كان الفخار أو القدر يعني نعم. القدرة الخليلية قديه بيضيفوا طعم على طبق. طوني أو إنه بس شكل. غير المواد الأولية اللي هي لازم تكون مختارة مثل اليوم فخذ غنم كامل مقطع. الميتال هيدا المعدن ستانلس ستيل. نعم. هيدا المعدن فخار فيه من الأرض فيه معدن أو فيه عفوا تركيبة صناعية من الطين لما بينطبق مع الخبزة وبيفوت على الفرن منروح على شيء اسمه تكنيك أو تقنية. هيدي التقنية بتعطي طعم مختلف جدا 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 عن أكثر طنجرة وأغلى طنجرة متطورة بالعالم. هيدي رقم واحد. رقم اثنين الفرن اللي عنا بيولد حرارة على الكهرباء أو على الغاز. لما بتفوت القدرة مثل أيام زمان على الحطب بيطلع الفيمي أو الأروم أو نكهة هيدا الحطب مع حرارة معينة بتتوزع بقلب القدرة وبتعطيها هيدي النكهة. أكيد مختلف كليا لما بيكون كل الطبخ تبعنا بالقدرة. بدنا نشوف النموذج. أول شيء بدي أعطيكم فكرة عن السلطة تبعنا. رح تاخد كتير وقت لأنه كل السلطة لازم تكون مربعات ناعمة. خيار ملفوف فليفلة بندورة بقدونس ونعنع وبفرم حامضة كاملة مع القشر تبعها ومع شوي من الزيت الحلو. يعني زيت الزيتون كنت عم أقول هبة بس ما سمعتيني إنه حتى بفلسطين في عنا نوعين من المواد الدهنية. في جزء من مناطق جغرافية معينة بتستعمل واللي شوي قريبة على المرتفعات اللي عندها ماشية بكميات كبيرة بتستعمل السمن الحموية وفي جزء تاني بيستعمل الزيت الحلو. يعني المسخن طوني ممكن ياخد زيت زيتون قد ما بتاكل عائلة على أسبوع بلبنان وهيدي الكمية بتبقى وإذا مش مغمس هالقد بزيت الزيتون ما بيمشي الحال بيطلعوا فيك. يعني اللي ما خبرته هبة إنه الأكل الفلسطيني دسم. يعني مش دايما. لا لا مش دايما بس هي بالذات هي المسخن دسمي. نعم. يعني بتاكلها وبتنام بتضلك نايم يومين. وبدي اضيف شغلة أخيرة. كنت عم تسأل هبة إذا يعود تقليد التبولة أو أصول التبولة للفلسطينية أو لغيرهم. هلأ إذا بدنا نرجع للتاريخ التاريخ ممكن بمكان ما يكون مغلوط. نحن بين الحقبة التركية والشعب الأقدم الفلسطيني ببلاد العربية تبعنا التراث الأكل اللي هلأ عم ينتقل لعنا هو فلسطيني. نعم. في عنا المشاوي وهيدا الشق الثاني تبع اللحوم كان تركي. نعم. إذا منجمعهم اثنينات وصار عنا المطبخ السوري واللبناني والخليجي وال يعني أنا عم بعم حضر الفقرة. نحن بلبنان عنا رشتة عدس عنا البرغل على بندورة هول اللي ما حدا بيقدر يقول ينتمون إلى غير منطقة. لا. بس اليوم المنسف مثل ما كنت عم بتقولي يعني بين فكرة اللحم مع الرز والتتبيلات بلشت بفلسطين وكل دولة عربية أخذتها عطتها طابع معين. إذا بتقول بالأردن منسف بتروح على الجميد بتروح على لبن المغلي فيه اللحم والرز اللي منبت بطريقة معينة ومسكوب مثل المسخن. لا. نفس التقنية ولكن لحم بدل الهيدا. أنا بدافع عن المطبخ الفلسطيني وبعتبره الأقدم حتى إذا بدنا نروح للثلاثة. رفعت راسة لك راسة أعلى بعد شوي. أنا وهبة متفقين بهيدا الموضوع.
حطيت الشاي. أنا دايقة تبولي فلسطينية بالمناسبة، دايقة تبولي فلسطينية، بس البقدونس كان نعم. مفروم بشكل أكبر. أكبر. أي نعم. من البقدونس بالتبولي اللبنانية. حبيتها؟ كتير طيبة. بهالوقت أنت عم رح تبل الرز. اللحمة انجبرت ستوية هون لكرمال عامل الوقت، رح أرجع أجمع الرز مع المرق اللي طلع معي، مع لحم الغنم، مع كل البهارات بالقدرة، غطيهم وفوتهم على الفرن خليها تنبت. مثل ما وعدتك توني، رح نفتح القدرة أمام المشاهدين تنشرجيهم كيف عم بتبقبق اللحمة مع الدهن. بس كرمال النكهة رح أرجع أحط بهار أسود حلو، وهولي جبتهم، كنت عم أقول جبتهم من دبوس، من مكان الجنسية الأساسية للبيع فلسطيني. هالقد أصر يعبي لي هن بهول العلب، وعدته إنه ما غيرون. يا عين. أوكي، بدي حط كمان هيل، هيل ناعم وهيل حب مع الرز، والقليل من العقد الصفرة. هالقد مهم مشاهدينا، أنا تبل الرز لحاله، بحيلا طبق بدي حضره، بخلط الرز مع البهارات، هلا برجع بحط شوية ملح، بخلطه مع القدرة وبشيل. شو هالقدرة اللي عندك إياها بأنك تلبي رغبات كل المشاهدين بكل الجنسيات؟ نعم، شكرا توني. بس بدي أتمنى عليك بعد ما تدوق، وأنت كمان هبة، بعد ما تدوق المسخن وتدوق القدرة الخليلية والسلطة، تعطينا فعلا إذا السبيريت أو الروح اللي كنا عم نطبخ فيها تميل مع النكهات. مش سهل توني، تخيل مثلا واحد ياباني عم بيعمل معجنات، صحيح، او واحد تاني عم بلف سوشي. انا عم جرب اقول انه يمتاز، بدك روحيه وقناعه وقضيه لتقدر تعمل هيدا الاكل ويطلع بالنكهه والروح اللي انت بدك. انت مسؤوليتك والقضيه موجوده، شايف؟ نعم، انا مأكد. ما في شك بالموضوع. مسؤوليتك مسؤوليتين، لان في ست فلسطينيه بيناتنا بدها تدوق يعني. نعم، نحن لها، ما فينا نغلط هون. نحن لها بهالموضوع. هون عملت البصل جوانيح مع صدر الدجاج مع السماء، هون اختلفت شوي، المكونات واحدة ولكن التقنية تختلف شوي صغيرة. عملنا المكونات بهالطريقة هيدي، رجعت قطعت الخبز بشكل طويل تقريبا 8 سنتيمتر، وقطعت كمان بشكل تريانجل، يعني رح أعمل بهيدا الشكل، لما لفه رح تطلع معي الحبة مستديرة مبرومة، بينما لما استعمل هيدي قطعة الخبز رح أحملها هلقد طويلة، رح لفها، رح سميها مسخن فلسطيني، ولكن تاخد شكل شوي مختلف، شكل تريانجل تقريبا. نعم، مثلث. مثلث. بس هيدا خبز صاج. أنا هون بسأل، عندكم خبز صاج بفلسطين؟ في خبز صاج، والخبز الشراك، وفي الخبز الطابون. نعم، اللي بيعملوا فيه المسخن خبز الطابون. وطيب كتير. بس كمان الخبز اللي عم بيستخدمه الشاف يعني كتير قريب لإله، نفس الفكرة. أوكي، رح نرجع لتفاصيل السلطة. كمان هبة اليوم بدك تدوقي السلطة اللي عم نحضرها. إن شاء الله قدر أترك عندك نفس الانطباع، لأنه كان في شغف بالطريقة اللي عم تشرحي فيها عن السلطة الغزاوية. نعم. بدك تربح هبة، زد لها شوية حر للسلطة. لا ما بعتقد. أوكي شايف، بس أنه أنا تجربتي مع أكلك كانت دائما ناجحة، يعني ما نعم. بعتقد أنه هون صح، بس رح يكون في شعور مختلف أبدا. يعني لما يكون حدا، لما يجي شخص من جنسية أخرى يقول لي أنا بدي أطبخ أكل لبناني، بدي طعمك لحمة راس عصفور مع حمص وباذنجان متبل، ودوق الورق عنب اللي أنا بعمله، بيصير عندي هيدا الحس إنه أوكي منشوف. بقى أنا اليوم بديك تقولي ضمنيا إيه منشوف، ولما تدوق تعطينا رأيك بتجرد كالعادة يعني. أكيد. بس هيدي السلطة لما أبرش لها الحامض، يعني رح أقطع الحامض كمان مربعات صغار، وزيت حلو هلقد طيب، كل هيدا المزيج مع رشة سماء كتير صغيرة رح يعطيني طعمة طيبة. يعني أنا كان لازم أجيب لك زيت زيتون. بالسلطة أو حتى التبولة هبة، برش الحامض فوق السلطة دايماً بيعطي نكهة خاصة. بيعطي نكهة طيبة أكيد. هيدا الأروم توني نحن منتطلع عليه
مثلا هديك النهار كنت مع حدا عم بيقول لي انا بالسلق بحط فليفله خضراء وحمراء، قلت له ما لها معنى، يعني الفليفله الخضراء والحمراء منا خضار اروماتيك، يعني منا خضار منكهه، يعني فيك تستبدلها بعرق كرفس واحد بيغنيك عن 3 4 كيلو فليفله، يعني عم تخسر قيمتهم بمكان اخر عم بتحط. برش الحامض بشدد على اغلبيه الاكل العربي او الاكل اللبناني، يا اما رابي يا اما ببرشها على المبرش يا اما بقطعه مربعات وبضيفه على الطبق، بيعطيك شيء ما بعد التذوق. هيدي هي فكره انه ما عم بنسى طعمتها، هيدي ما عم بنسى طعمتها. اذا ما في اسيديتي، اذا ما في عندي حامض او خل بمكان ما، ما بتبين. بقى هل برشه الحامض الصغيره بتضل تقول انه اوكي طيبه هيدي التبوله، بس مش مثل اللي اكلتها بهيداك المحل. بس انت قلت صغيره لانه اذا زدنا كميه البرش ممكن يمرمر، ممكن يعطي مرارة. منكم نستفيد توني. لا يا عم شو متلميذك. اليوم ما في تسميات، اليوم جاية الأطباق مع اسمها، مع اسمها القدرة الخليلية، المسخن والسلطة الناعمة. يعني استغنيت عني؟ لا يعني ما فينا نعمل شيء اليوم. أوكي، جبت اليوم بندورة معي حامضة صغيرة كرزية، مش غلط تكون الحجم الحب كبير وارجع أنا نعمه، بس بكل الحالات لما بدي استعمل بندورة للسلطة لازم القلب تبعها أو اللب تبعها ينشال، لأنه هيدي البذور مع المي اللي بتطلع من قلب حبة البندورة في حال بقيت السلطة عندي فترة أطول ممكن تمصل معي بالسلطة. يعني مبدئيا رح تاخد معي وقت العملية وبتحرز. نعم. طلع كمية سلطة ناعمة كبيرة كرمال نتغديها سوا اليوم. ما عندك حرب الخزينة؟ ما عندك حرب الخزينة؟ بلا هلا بدك زين احنا على الرصه انا لمسات من الحرب بعد شوي شايف اكيد بدنا نرجع لك لنكمل يعني نشوف باقي الاطباق وكيف طريقه تحضيرها. وهلا انا وانتم مشاهدينا واكيد مع توني بدنا نروح للاردن. انا من مشاهديك وانا بس انت تكون تحكي انا بكون مشاهدتك. تسلمي. رح نروح للاردن لنتعرف لحمله ازرع صمودك لدعم المزارعين الفلسطينيين، وهي حمله اطلقتها الجمعيه العربيه لحمايه الطبيعه بتعاون مع راديو حسني لدعم الصمود بالزراعة، حيث تقوم الحملة على جمع التبرعات لشراء الأشجار المثمرة وزراعتها في أراضي فلسطين. المزيد في هذا التقرير من عمان. نحن بهذه التبرعات نثبت الفلسطيني في أرضه، نقول له اسمح لنا أن نساعدك بزراعة أرضك حتى نعزز ارتباطك بأرضك. أنا محمد اقتشات مدير المشاريع في الجمعية العربية لحماية الطبيعة. اليوم احنا بنطلق حملة ازرع صمودك 2، وهي ضمن برنامج اسمه برنامج المليون شجرة اللي أطلقته العربية لحماية الطبيعة عام 2000. الفكره منه زي ما انا لابس التيشيرت تبعي، الصهاينه بيقتلعوا الاشجار من فلسطين فبيقتلعوا المزارع الفلسطيني من ارضه، واحنا بنعيد زراعه الاشجار هاي فبنزرع المزارع الفلسطيني في ارضه. مزارعين اللي فقدوا معين، اللي والدهم اسير، يعني هناك معايير اختيار الناس اللي بدنا ندعمهم. واحنا بنقول نشاركهم لانه هن احنا شركاء معهم وهذا واجب. وتطورت هاي الحمله، صارت تعمل ابيار، صارت توفر شباك صيد للصيادين التي تحرق شباكهم، تصليح قوارب الصيد، بناء السلاسل الزراعيه. هذه الحملات من أهم ما ينتج عنها هو تذكير الناس بالقدس، تذكير الناس بالأرض المحتلة، تذكير الناس بالضفة الغربية وفلسطين المحتلة. المزارعين كتير مبسوطين في فلسطين، مبسوطين أنه الدعم عم بيجيهم من أطراف عربية، من أشقاء بدون شروط،
استضفنا مزارعين رائعين هون كمتحدثين رئيسيين. مثلا استضفنا مزارع رفض يبيع أرضه ب 28 مليون دولار وهو مزارع لا يملك مال. الشجرة التي تكون جذورها ضاربة وعميقة في الأرض، من أجل أن نقول لهذا العدو الصهيوني أن الفلسطيني لابد من دعمه وتجذيره في أرضه وتثبيته ودعم صموده. يقلعون شجرة نزرع عشرة، وسنذهب الآن من عمان إلى حيفا. ويا محلى أشجار حيفا، ويا محلى طبيعة حيفا. رائعة حيفا، من المناطق الفلسطينية الرائعة والجميلة جدا بكل تفاصيلها. زرتيها؟ طبعا. ورحت على حديقة البهائيين بحيفا، وهي حديقة رائعة وفيها أصناف من الورود ومن الأزهار. طريقة تنسيقها جميلة جدا وعن جد محل مميز. وحيفا بتعرف، كنت عم بحكي أنا وأنت تحت الهواء قدي في مناطق بلبنان يعني بتشبه حيفا. مش بتشبه، مش بس حيفا، بتشبه كثير فلسطين. يعني الجبل والبحر، وحتى لما تروح على مناطق البقاع وهالطريقة الجبال اللي هيك شوي بتحسها مش كثير عامرة بالأشجار. كمان تشبه مناطق عنا يعني بفلسطين، مثل بير السبع ومثل مناطق أخرى. فهناك تشابه، وحتى مرات بتتداخل عندي الذكريات. يعني بكون ماشي بشوارع لبنان بصير أحس حالي إنه كأنه بفلسطين. أنا بمشاهدتي لبعض لقطات أو بعض صور حيفا لاحظت إنها بتشبه كسروين بلبنان. يعني الجبل يلامس البحر. أنا عندي لوم هون على يعني أصدقائي اللبنانيين ما أخذوني على كسروين. أنا صديقك طبعا. لنذهب الآن إلى شباب حيفا الذين يضجون بالحياة أيضا. أكيد صحيح. نعم مشاهدينا أينما كنتم، تحل علينا الذكرى 70 أو 70 لنكبة شعب فلسطين، وما زالت إسرائيل تنتظر أن تتحقق رؤيتها بأن الصغار ينسون والكبار يموتون. من هنا تكمن أهمية إحياء ذكرى النكبة، وأن الفلسطينيين لم ولن يتخلوا عن أراضيهم. صحيح توني، لذلك أخذت الحركات الشبابية بفلسطين على عاتقها مهمة إحياء الذكرى، لكن ليس اليوم وحسب، بل تعمل على مدار العام من أجل تعزيز هوية فلسطين ومدن فلسطين المحتلة. للحديث عن هذا الدور نستضيف معنا عبر السكايب مباشرة من حيفا في فلسطين عضو حركة شباب حيفا ومدير منتدى طالبات وطلاب حقوق العرب عدي منصور. عدي أهلا وسهلا فيك. هلا يا هلا. كيف الأجواء بحيفا اليوم بالبداية؟ حضرتك ناشط عدي بجهتين شبابيتين، عرفنا يعني عرفنا هيك البعض عنهم، ولكن بدك تعرفنا أكثر عنهم، الأهداف والإطار العملي لإلهم كمان. الأول، حركة شباب حيفا هي حركة مختلفة، أسست قبل حوالي 4 سنوات على يد شباب عرب حيفا لتكون مركز لجيل الشباب. الحركة بتشوف نفسها مشروع من مختلف أطياف وخلفيات، وحدها من شغفهم لتطوير الحياة المدينة حيث مكان المجتمع. نعم، يعني ربما هناك خلل بالصوت. توني، أنا اللي عرفته أنه يعني للأسف منظمة شباب حيفا. نعم. مع عادي طبعا. الشهر الماضي قامت بجولة بالنقب ودعت كل الشباب المحليين هناك إلى أن تنضم إلى هذه الجولة للتعرف على النقب. حلو نتعرف على ضياعنا، يعني حتى بلبنان في ضياع كتير من الجهلة. مع أنه يمكن من سافر لأبعد البلدين حتى نكتشف. صحيح. بلدين جديدة. نعم. فينا نجرب من جديد نحكي، بركة نكتشف حيفا أكثر مع عدي مرة ثانية. بدي أسألك بعدين عن الضياع اللي نفسك تزورها بلبنان. طبعا. ولكن عدي عم تسمعني مرة ثانية؟ سامعك. بدي ترجع تحكي لي عن الأعمال والإطار العملي والأهداف اللي لأعمالكم. بركة بيخبرنا عن نشاط النقب. أكيد. التعرف على النقب. حركة شباب حيفا هي حركة مستقلة وتأسست قبل حوالي 4 سنوات على يد شباب صبايا عرب المدينة. تكون مرجع منبر للشباب العرب في المدينة. والحركة كمجموعة هي تشوف نفسها نعيم العرب الفلسطينيين من مختلف الأطياف والأديان. توحدها هو طموحهم وشغفهم لتطوير فلسطين حياة المدينة حيث مكان حياة المدينة.
ربما عادي هناك مشكلة يعني أخرى بالصوت. أنا بدي أعتذر منك، وكان نفسنا أنه يعني نكمل الحديث معك، وإن شاء الله إذا رح يزبط الصوت مرة تانية أكيد رح نرجع لعادي أنا وإنت توني وردا على سؤالك أكيد. جنوب لبنان. نعم جنوب لبنان. أنا من شمال لبنان طبعا، وبتعرفي أنه بين الشمال والجنوب في حوالي 3 ساعات أو 4 ساعات حتى بين من الحدود للحدود. نعم. 4 ساعات قيادة سيارة. جنوب لبنان الذي أيضا ينبض بالمقاومة وقاوم الاحتلال بشدة ما كنت عارفه هالقد حلو. نعم. بحب صور كتير، وبتروح على صور انت يمكن رحت اكثر من مره. بعد ما اكتشفت صور. نعم. ما عدت ابدا ابعد عنها. نعم. اكلت سمك كتير. بصور السمك طيب، وهالارض فيها سلام يعني لا يوصف. نعم. خصوصا اذا بدك تبعدي عن ضجيج المدينه. صور خير مكان تزوريه. نعم صحيح. وشو في مناطق تانية رحت لها بالجنوب يعني خبرني عنها غير صور؟ النبطية حلوة. نعم. صيدا حلوة. عم تقلي سحر مرسي لأنه هي من النبطية. جنوب كلها بتنبض بالذكريات، ذكريات. نعم. المقاومة والجمال أيضا. طيب وأنا إذا بدك تنصحني على منطقة أنه أروح أزورها؟ صور. صور. وبالشمال اللبناني أنا بدي بالشمال بشري. من محل ما أنت طيب بشري يعني لنأكل تفاح ببشري أكيد. طبعا وتناقض يعني هذا التناقض الإيجابي في الطبيعة في لبنان، عندك الوادي والجبل في بشري وعندك السهل والبحر بصور، يعني بتشوفي النقيضين المكملين لبعضهم البعض. جميل جدا يعني أكيد إن شاء الله يكون لي زيارة قريبة. نعم. لا بشري أكيد أكيد بالصيف. طبعا إن شاء الله إن شاء الله. وهلأ بنروح أنا وإنت توني مع المشاهدين لفاصل قصير، بنتابع بعده نكبة فلسطين في الأفلام الوثائقية في الفن السابع، ابقوا معنا. تحية صباحية متجددة لكم مشاهدينا، أفلام سينمائية ووثائقية عن النكبة واللجوء، الألم والأمل وحلم العودة، اختارتها لنا ماري تيريز معلوف في فقرة الفن السابع. صباح النور لكل المشاهدين. كيفك ماري؟ الحمد لله. شو اليوم حضرتي لنا اليوم يعني من متعددة. الأجواء الحلقة. نعم. ورح نكون مع أفلام تم صناعتها عن النكبة ووثقت هالنكبة بطرق مختلفة. نعم. هلا أكيد عدد الأفلام كتير كبير وما فينا نحكي عنها كلها، اخترت 6 أفلام مختلفة. نعم. وست أفلام يمكن أولها هي درامية. نعم. منا وثائقية لكن قدرت تفرج الصورة، يمكن أوقات الدراما بتفرج أفضل. طبعا. من الوثائقي يعني إذا كانت سخرت لقضية معينة فأكيد بدها تكون يعني بدها توصل رسالة، ورسالة بطريقة. إن شاء الله تكون يعني هي المراد توصيلها أكيد إن شاء الله. فعملوا العديد من المخرجين والروائيين الفلسطينيين وغيرهم من العرب والأجانب على تناول قصص متنوعة بتتعلق بالنكبة الفلسطينية وبتتحدث عن أثر التهجير واللجوء وعن حلم العودة ومحاولة تحقيقه، إلى جانب أفلام عم بتعالج الأوجاع والهموم اليومية بالداخل وأثار الاحتلال على من بقي بالأرض. على الرغم من أنه النكبة الفلسطينية عانت عدة أزمات بالتوثيق بالبدايات، لكن بالسنوات البعد الأولى تم قدروا أنهم يوثقوا وتم إنتاج العديد من الأفلام. فإنه خلال العقود الأخيرة يمكن فينا نقول كمان من 2000 لليوم صار في عدد كتير كبير من الأفلام والجهود عم تتكثف والأفلام الوثائقية، لكن نحن اخترنا كم فيلم روائي. نعم. وكم فيلم وثائقي. نعم. البداية رح بلش مع فيلم الزمن الباقي. نعم. للمخرج إليا سليمان يلي هو من أهم المخرجين الفلسطينيين وأشهرون. نعم. عمل بهالفيلم كتب السيناريو فرجة بطريقة واضحة ومؤثرة سيرة حياة إليا الذاتية عبر ما شهدته أرض فلسطين من سنة 1948 حتى السنوات الأخيرة. بيقف بعدة مشاهد على حياة المعقدة للفلسطينيين الداخل يلي أصبحوا أقلية بدولة الاحتلال ومحاولات الجهاز التعليم الإسرائيلي محو هويتهم. منس سليمان إدخال الحس الساخر واللازع عبر السيناريو المكتوب باختصار ومباشر وكادريته يلي كانت جامدة، لكن
كان عنده كتير اشياء تقولها وهيدي طريقته بالاخراج. وربما وصل يعني سليمان يعني الرساله اللي كان بده يوصلها وصلها بالطريقه اللازمه وخاصه بطريقه دراميه مع كمان كان معه ممثلين مبدعين بهذا الفيلم. صحيح. من الافلام كمان يلي هي افلام ما عمرها كتير فيلم مالح يا بحر عن العودة، بتتحدث في المخرجة الفلسطينية الأمريكية أن ماري جاسر عن ثريا الفتاة الفلسطينية الهوية والانتماء لكن أمريكية الجنسية يلي بترجع إلى فلسطين المحتلة للطالب بميراثة من جدة يلي ما بيتعدى بعد مئات من الدولارات من البنك البريطاني، وبتبحث عن بيت أهلها بمدينة يافا. وخلال هذه الرحلة بتلتقي ثريا بعماد وبتظهر مفارقة بين حلم المغترب بالعودة وبين سعي المقيم للهجرة والهرب من تقل الحياة وصعوباتها تحت الاحتلال. وبتستمر أحداث الفيلم بسرد قصة تسلسل ثريا وعماد للداخل وكيف قدروا يواجهوا القصص لأنهم يوصلوا على قرية الدويمة المهجرة واللي بينتمي لإلى عماد بالأصل. فالفيلم عم يطرح العودة، التعقيدات بين الحياة اليومية للفلسطينية عن الاحتلال والذل يلي بيواجهوه كل يوم وبين يلي عايش بالخارج وعنده حلم العودة واللي موجود بالداخل يمكن كل همه أنه يقدر يفل لا يتحرك. صحيح. وهاي المفارقة اللي تحدث عنها الفيلم مهمة جدا يعني حتى بالحياة اليومية للفلسطينيين دائما يعني للأسف أنه بفلسطين بيفكروا أنه المعاناة يعني اللي بيعيشوها هي معاناة أنه ما بتخليهم أنه يمكن ربما يقدروا أنه يستمروا بالحياة هناك. أنا مش عم بحكي على الأغلبية يعني ولكن بعض أكيد الأقلية من الشباب دائما الأفلام بيفرجوا فئة معينة طبعا من الفئات المعينة أنه نتيجة البطالة نتيجة أنه صعوبات الحياة من حواجز إسرائيلية من مستوطنات من أكل لأراضي المواطنين يعني بياخدوها بسهولة كاملة وبقوة السلاح. للأسف هذه يعني المحبطات للحياة ربما بتخلي أنه للأسف الشباب الفلسطيني أنه يفكر بالخروج للخارج والمفارقة الأجمل بالموضوع أنه جميع هؤلاء الشباب لما بيطلعوا لبرا بيرجعوا يعني بصيروا بدهم يرجعوا على فهذا اللي كانت عم تطرحها المرية اللي هي عايشة بين أمريكا وبين فلسطين. وهو هون يمكن سبب التسمية للفيلم ملح هذا البحر ملحه منه وفيه موجود بعده. فكمان فيلم تاني لأن ماري جاسر يلي هي ناشطة كتير وعم بتقدمه هلأ حاليا عم ينعرض لها بالصلاة اللبنانية فيلم واجب كمان نعم. يلي هو مختلف شوي عن هوديك الأفلام لكن كمان بيطرح قضية الناس العايشين داخل فلسطين. نعم. فيلم لما شفتك بيحكي عن الطفل طارق حامل حقيبته وعصا وعم يعطي ظهره للكاميرا ومتجه نحو فلسطين. طارق كان عايش بالمخيمات اللاجئين بالأردن وكان حلمه كله أنه يرجع على فلسطين وزهق من الانتظار فبيقرر العودة. وخلال الرحلة إلى برات المخيم بيصير كل العالم يلي كان سائلهم عن فلسطين بدلوه على قرية فبيقرر أنه يتجه على هيدي القرية لأنه يوصلها. وهناك بيلاقي بمعسكر تدريب للفدائيين يلي رح يكون معهم وبعدين بتلحقوا والدته بحثاً عنه. فالفيلم كمان عنده هيك حس إنساني لما يكون ولد مميزة أيضاً مميز يعني. وطارق رح يرفض العودة للمخيم وبده يبقى بالمعسكر طالب الأمان يمكن لكن كمان رح يرجع يهرب نحو الحدود نعم. ويجرب يفوت على فلسطين. أنا بعتقد أنه قصة طارق هي قصة لكل مغترب فلسطيني بيعيش بإن كانت بمخيمات اللجوء أو بالمناطق الأخرى بالشتات. وربما أنا كنت مثله لطارق يعني دائماً بتعيشي بكنف عائلة بحطوا فيك حب فلسطين بطريقة كتير كبيرة فهيك ذكرني. فكمان من الأهم ذكرتني الصور يعني اللي موجودة بأدل جمالية وحبك لأنك ترجعي لوطنك يعني هالشي كتير حلو الحب الانتماء والانتماء للوطن فشغلة كتير حلوة وعن جد من أجمل يعني الأشياء اللي موجودة ربما من المجتمعات الفلسطينية كانت جوا فلسطين أو خارج فلسطين عن جد إنه بتحسيها إنه هاي دائما حاضرة. يعني أنا خلقاني بتونس مثلا بتذكر إنه من حتى أول ما وعيت إنه دائما إنه رح نرجع وبكرة وبتذكر انه كيف اول ما رجعت كيف كانت الصور كيف لما بتفوتي عند الحواجز الاسرائيليه وكيف اهلك لما يزرعوا فيك هذا الحب لوطنك وبتحسي حالك يعني حتى الجند الاسرائيلي بيكون بسلاحه عن جد ما بتخافي منه. فهذا الشيء كتير حلو وعن جد بتحيي كل عائله فلسطينيه انه عن جد بتزرعوا باولادها.
رح ننتقل للوثائقية أكيد. وأهم الوثائقيات يلي بمجال الأفلام الوثائقية تعتبر سلسلة أفلام النكبة من إخراج روان الضامن، من الأفلام يلي لازم يلي كل شخص بده يعرف أكثر عن القضية الفلسطينية والنكبة الفلسطينية وكيف نشأ مصطلح القضية الفلسطينية. هالفيلم بيوثق بأجزائه الأربعة الأحداث المهمة بدءا من القرن 18 أيام الإمبراطور نابليون بونابرت، ومن بعدها تخطيط المؤسسة الصهيونية لاحتلال فلسطين، مرورا بالثورة الفلسطينية، دور الانتداب البريطاني بإفشالها، وعملية التهجير الممنهجة اللي مارستها العصابات الصهيونية المختلفة اللي مرت على فلسطين حتى عام 2008. نعم، وجمالية هذا الفيلم كمان انه عطى هيك الصوره يمكن ربما هيك واضحه للجميع، وخلانا انه يمكن لازم شوي يعني نصحى على المشاكل كمان اللي بتتعلق احنا فينا. يعني للاسف كنا عم بنشوف بالفيلم وضح وعم بيحكي عن حقيقه ربما جميله، يعني جميل كثير ان نضوي عليها هالحقيقه تبع التخطيط، يعني التخطيط والبرمجه، وانه كل ما حدث في فلسطين من احداث النكبه لم يكن يعني لا كان صدفة ولا كان حدث بساعة واحدة، هذا كان مبرمج ومخطط وسط بالمقابل غياب لا لطرف آخر. وهالمشكلة يا ريت لو عن جد مش بس أنه تعلمنا فيها من أيام النكبة، عم نعيش نكبات أخرى مثل ما أنا حكيت من قبل العربية. ولا نزال أنه ما أخذنا العبر وما أخذنا الحكم من هديك التجربة للأسف، وبالوقت اللي عن جد رح ناخد العبر والحكم عن جد ما رح تكون الأمور كتير صعبة بالنسبة لنا. يعني فمشان هيك هن أربع أجزاء، وأربع أجزاء فعلا فيهم معلومات وصور وأشياء موثقة، إلى جانب سلسلة النكبة أخرج روان الضامن كمان سلسلة أخرى مكونة من خمس أجزاء. هالسلسلة شكلت علامة فارقة في الوعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وهي سلسلة أفلام أصحاب البلاد يلي بتتحدث عن من تبقى من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أي اللي سميوا بعرب 48 أو فلسطيني الداخل، واللي عم بيعيشوا تحت حكم المؤسسة الإسرائيلية طبعاً. فكمان هيدا نوع مختلف لكن طرحوا بطريقة مختلفة لكن صحيح. كمان مهم. فهيدول الأفلام الوثائقية موجودين متوفرين على الانترنت وكل شخص ممكن يقدر يشوفها. وجميل جدا أنه حدا يكون من عرب الداخل يحكي عنهم أكثر ويضوي على مشاكلهم، لأنه عندهم معاناة كتير كبيرة وعندهم فعلا. مقاومة ربما من نوع آخر يعني. وأنا عندي كتير من أصدقائي وربما من عائلتي يعني موجودين وهن من عرب 48 ربما مثل هالتسمية، ولكن هالتسمية اللي دارجة يعني أنه بتنحكى، ولكن أكيد يعني عندهم معاناة حياتهم اليومية مثل الفلسطينيين اللي موجودين في المناطق الفلسطينية، شفناها بالمسرح والسينما والأعمال العديدة يلي بيصوروها. آخر فيلم رح نحكي عنه هو الجدار الحديدي أو The Iron Wall. تناول المخرج الفلسطيني محمد العطار من خلال هالفيلم يلي هو من إنتاج 2006 قصة الشعب الفلسطيني يلي عانى على مدى 60 عام من النكبة. بيتحدث الفيلم عن جدار الفصل العنصري على الأرض الفلسطينية ومحاصراته لقراها ومدنها ومصادرة الأراضي لصالح توسيع المستوطنات، وبيصور الفيلم من خلال 58 دقيقة معاناة الفلسطينية وظاهرة المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة وتاريخ هالجدار ومساره وحجمه، وكمان بيضطر للسلوك تبع الحكومة الإسرائيلية وممارساتها ببيع البيوت داخل المستوطنات بأسعار رخيصة. والفيلم كمان يمكن عنده تاريخي بيقدر يفرج صورة تاريخية بطريقة مختلفة. نعم. فبرجع بذكر انه هيدي منا بس الافلام، عدد الافلام كتير كبير. هناك افلام وثائقية وهناك افلام روائية، لكن اخترنا بعض هالافلام لانه مختلفة ما بتشبه بعضها وبتصور المعاناة وبتصور النكبة بطرق مختلفة. صحيح صحيح ماري، والأفلام كانت اللي عرضتيها كتير يعني جميلة، وكتير مهم أنه الشخص دائما أنه يطلع عليها، خاصة من الناس اللي يعني الفلسطينيين والآخرين يعني، حتى لأنه هي فلسطين موجودة بقلوب الجميع. ما فينا يعني ننسى في مخرجين الفلسطينيين يلي عم يوصلوا اليوم. أن ماري جاسر موجودة بكان. نعم. عم بتشارك بالمهرجان خارج المسابقة، لكن دائما عندها أفلام. أفلامها كمان
انهرمت، عنا هاني أبو أسعد كمان، فعددهم كتير كبير. طبعا صح، هذا عدد كتير كبير من المخرجين يلي عم يقدروا، رشيد مشهراوي يلي عم يقدروا يوصلوا على المهرجانات، عم يقدروا يوصلوا القضية والقصص، يعني عم بحتى مثل ما كنا ذكرنا بالأول أنه قصص صغيرة، معاناة أشخاص بتصور يمكن معاناة أشخاص عديدين بالبلد. صحيح صحيح، وعن جد كل التحية لإلهم، وإن شاء الله يمكن بدورات أخرى لمهرجان نقدر نحكي. كان بدي أسألك سؤال هبة، أنت أي فيلم هيك فلسطيني أكثر شيء؟ أنا حضرت لهاني الأسعد، حضرت له فيلم الجنة الآن، بارادايس ناو، كان من الأفلام كتير كتير حلوة عن جد، وعن جد بنصح المشاهدين أنه يتابعوه، رغم أنه يمكن ربما يكون عندهم تعليقات أو بعض التعليقات يعني عليه، ولكن بالمجمل هو فيلم جميل جدا، وهو فيلم كان مرشح أيضا لأخذ جوائز دولية يعني، ويمكن هو اللي فتح الباب لهاني أبو أسعد للعالمية. طبعا طبعا، اليوم مؤخرا قدم فيلم مختلف ما بيحكي عن فلسطين، لكن ما بنعرف لاحقا شو رح يكون بمسيرته. يعني أكيد كل التوفيق لإله ولرشيد المشهراوي ولأيضا يعني المخرجين الآخرين الفلسطينيين يعني، وحتى العرب يعني، وإن شاء الله دايما في مهدي فليفل كمان ما فينا ننسيه، اللي عم بيقدم أفلام وثائقية مهمة. مهدي كان عايش بلبنان واليوم صار خارج لبنان وعم بيقدم أفلام عديدة كمان عم توصل للمهرجانات. صحيح، وأنا أكيد بتمنى له كل التوفيق، وعن جد كل شخص هو بيقدر أنه يعبر عن القضية أو عن حتى كل المعاناة اللي ممكن أنه نحن منعيشها، بيقدر أنه يعبر بمجاله، بيقدر أنه يوصل رسالة بمجاله. مقاومة ممكن تكون بالقلم، ممكن تكون بالكتابة، ممكن تكون بكلمة الإنسان عن جد حقيقية يحكيها، وحتى ممكن تكون بفيلم أو بكلمة مثل ما حكينا. شكرا كثير لك ماري تريز على هالفقرة المميزة وعلى الأفلام اللي أعطيتينا إياها أكيد، ونحن نلتقي معك أكيد قريبا. وأنا وأنتم مشاهدينا خلينا نروح لمطبخ صباح النور والشيف سليمان وولا أشهر. فينا نقاوم بالحفاظ على تراث الطعام؟ أكيد أكيد أكيد، والدليل على هيك أنه حتى تراث الطعام يعني عم بيحاولوا أنه يأخذوه. صحيح صحيح، بس نحن رح نكون بالمرصاد. هيدي القدرة تبعنا، القدرة، هيدا الرز خلطنا معه مشاهدينا، البهار الأسود، كزبرة اليابسة، الهيل الناعم والهيل الحب، حطينا له شوية عقدة صفرة مثل ما شايفين، بس مغسل الرز ومصفى. منحط بكعب القدرة منه، منحط شوي من المرق من دون تصفايته. شايف أنا من الريحة بقدر أحكي لك أنه القدرة ظابطة كتير كتير من الريحة. يعني عن جد رجعتني سنين لورا. عن جد صار لي زمان ما أكلتها، من وقت اللي طلعت من قطاع غزة آخر فترة ما أكلتها للقدرة، فعن جد رجعتي لسنين. أنا بدي لك أنه انفتح لي فرصة هبة أنه اشتغل مع سيدات فلسطينيات، أعطيهم من خبرات أو من تقنياتي، وأخذ من خبراتهم الكبيرة والشاسعة. بقى لما خيرت شو بده يكون طبقنا اليوم، حبيت أعمل شيء هالقد ريليتد أو هالقد يرتبط صحيح بـ بـ بفلسطين. وشكرا على شهادتك وسام نضع. لا الرائع عن جد، الريحة رائعة شيف، ما أصلا ما كان عندي شك يعني أنا. بس مش بالقدرة الخليلية يعني. فاجأتني. أوكي، قطع اللحم تقريبا مستوية، يعني فيني أعتبر 95% مش أقل من هيك استواء على النار. حطينا الرز، شفتوا مشاهدينا كيف مرقت الرز بالكعب، حطيت له شوي من المرق، حطيت قطع اللحمة ورجعت كملت الرز على الوجه. هلأ مفروض الفرن تبعنا يكون على درجة حرارة ما بتقل عن 180 درجة، وكمان نحن بحاجة لأكثر من 40 دقيقة تقريبا تيكمل استواء الرز مع القدرة. هيدا البصل عم بيفوش على الوجه، حب الهيل. بدي بس فرجيكم على العود القرفة اللي بس ذكرتها ما شفتوني لما حطيتها. هيدي القطعة هي عود القرفة اللي برجع بحطه كمان مع القدرة من جوا. حب الهيل والريحة مثل ما قالت هبة، هالقد الريحة بتشهي، ورح تصير أكيد أطيب لما نفوتها على قلب الفرن. نعم. كمية المرقة اللي أنا عم حطها متوازية ما تغيرت. نعم.
بقطاع غزة لما بتنعمل القدرة بيعملوها بفخار يعني أقدم من الفخار اللي أنت معك، وبعدين بتكون مسكرة يعني كلها، وبكون من جوا محطوط مثل ورق الألمنيوم وبتنكسر يعني بتنكسر وهي بالفرن، وبعدين بتاكل وبتدعي لي. يعني حبينا نعطي بس انه اكيد يعني نفس الفكره اللي انت عم تعملها، نفس المكونات حتى والفكره طبعا صحيح، بس انا حبيت اعطي شوي يعني خلينا نواكب العصر بس من دون ما نلغي الهويه. اكيد طبعا وكبناه بفخاره مطليه صحيح وضعها صحي 100%. وهون عم نشتغل كنا بطنجره ستانلس، الفرن تبعنا حامي على 180 درجة والمدة 40 دقيقة. أوريك بيفرق نوع الطين المستعمل بالفخار؟ بشك لا، بس أكيد لو كان طين من فلسطين بده يكون كتير أفضل. هون في عندي لفيت كم حبة مسخن تحت الهواء لنربح شوية وقت، وتركت كم قطعة رح لفون، وهيدا الحجم شوي سواريه يعني مشاهدينا، فيني كبر الخبزة أو صغرها أو صغرها قد ما أنا بدي. هيدي الحشوة اللي حضرناها أنا وياكم، استعملنا تقريبا كيلو بصل، كيلو دجاج، استعملنا حوالي 100 جرام من السماء، واستعملنا كمية لا بأس فيها من زيت الزيتون. مثل ما كنا عم نقول، بتعرفي أكثر منطقة هبة تمتاز بزيت زيتون طيب بفلسطين؟ أنت بتعرف؟ أنا بصراحة لا، بس إنه ممكن وسع هالحلقة فتحت لي الأفاق لأعرف شو. لا أنا صراحة يعني ما في منطقة معينة إنه يعني معروفة بزيت الزيتون. نعم. أو ربما في أو أنا ما عندي هالمعلومة اللي كتير يعني دقيقة، ولكن يعني أنا أكيد زيت الزيتون بفلسطين كتير طيب وكتير صحي، وانا بعتقد يعني قرات عنه وعن كمان العنب بفلسطين، والعنب اللي مصدره اكيد منطقه الخليل، هن من اجود انواع الزيتون والعنب بكل حتى العالم. بس انا ان شاء الله بحلقه تانية بجيب لك المصدر موثق. نعم، وانا بجيب لك المصدر. اوكي، مثلا اذا بدي اروح على مستوى لبنان، نحن منطقه الكوره مشهوره بزيت الزيتون. نعم. مع انه انا من منطقه الجنوب، وهلا تشجعت لما كنت انت وطوني عم تحكوا عن الجنوب. وعندنا هالقد كمان زيتون وزيت زيتون طيب، ولكن زيت زيتون الكوره كمان يمتاز بصيته العالمي. نعم. نحن بعد شوي منطقتنا بدها شويه اعلام لنشوف ونعمل شي مره تحدي بين زيت الزيتون تبعنا وزيت زيتون الكورة. نعم. أنا مع هيدا التحدي، يعني أنا بحب يكون في أشخاص تسعى إلى الجودة دائما. صحيح. بالزراعة وبالتصنيع. هاي تحديات حبية. تحديات حبية. صحيح. لا خليها تأخذ كل أبعاد التحديات المهنية والحرفية ليعطوا منتج أفضل للمستهلك. هلا هيدي الطريقة هي طريقة تانية كمان بدهم يسمحوا لنا إنه منا موجودة. بس شايف انت بعد ما تلفهم شو رح تعمل؟ رح احط لهم شويه زيت زيتون وفوتهم على الفرن كرمال تتقرمش الخبزه تبعه من فوق. نعم. عندك علوميه تانية؟ لا انا على الطريقه الفلسطينيه طبعا، لانه الوالده بتعملها. نعم. بتكون الخبز مثل خبز الطابون. نعم. وبينحط كل خبزه بينحط فيه عليها من الخلطة اللي هي عبارة عن زيت الزيتون والبصل. صحيح. والبصل لحاله. نعم. وبكون منضاف عليه من مية الدجاج لأنه بينعمل قطع وبينسلق. صحيح. وبعدين بينحط كل خبزة بينحط عليها من زيت الزيتون والبصل، وبتفوت كل خبزة بالفرن، بترجع بتطلع بينحطوا فوق بعض، وبعدين الدجاج بينحط من فوقهم وبفوتوا كلهم بيتحمروا. ورشة سماء على وجه الدجاج. طبعا هيدي الطريقة المضبوطة إذا عم نعمل المسخن كطبق أساسي. صحيح. اليوم اخترت يعني كان إذا بدك التحدي قائم بين القدرة الخليلية والمسخن. نعم. بقى فضلت تكون المسخن مقبلات. نعم. وأعمل القدرة الخليلية كطبق أساسي، كرمال هيك اخترت إني لف العجينة. لف الخبزة بهالشكل هيدا، بس لفتي لي نظري إنه نقول للمشاهدين انه هيدا هو المرق او هيدا هي الصلصة اللي رح ارجع غمس فيها وجه العجينة قبل ما فوتها على الفرن. وما في شك انه هول المكونات، هيدي العصارة مية الدجاج مع السماء مع زيت الزيتون،
مع مية البصل عطيني طعم كتير طيبة. وهلأ عم قلك هبة يعني التحدي كبير اليوم بالتذوق، بس عن جد بدي منك الجواب الحقيقي. إذا ما كنت عم صيب النكهة اسعى بحرفية معينة لصيب النكهة. يعني شاف أنا مثل ما عم بحكي لك إنه من الروائح واضحة الأمور إنه ماشية بالطريق السليمة. أوكي. شاف رح تحطه بالفرن. بدي أحطه بالفرن يكون خلصت 4-5 دقائق. ودرجة الحرارة 185. المدة 4-5 دقائق. إذن يعني مشاهدينا من الشيف سليمان لكم رح انتقل ورح نروح أنا وأنتوا أيضا لفاصل إعلاني جديد، ولكن قبل الفاصل خلينا نروح لتقرير نتحدث فيه إلى أو نذهب فيه إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، حيث أقيم معرض فني حمل عنوان إلهام فلسطيني. شارك فيها أكثر من 150 فنانا من مختلف قارات العالم، عرضوا ما يقارب عن 200 لوحة تروي قصة المعاناة الفلسطينية تحت الاحتلال. هذا المعرض الذي انطلق من القدس إلى كل العالم حط رحاله اليوم في العاصمة البلجيكية، وسيطوف بعدها على هولندا، فرنسا، بريطانيا. كاميرا صباح النور زارت المعرض، وكان هذا التقرير من بروكسل. مئة وخمسون فنانا من كل قارات الأرض اجتمعوا في عاصمة الاتحاد الأوروبي ليقدموا 200 لوحة تروي قصة الإلهام الفلسطيني. فكرة المعرض أتت من الفنان الفلسطيني محمد سباعني، وهو فنان رسام كاريكاتور عالمي ومشهور في العالم أجمع. قامت بلدية رام الله بتنظيم المعرض بالأول، وقررنا أن نرحل، أن نسافر مع هذا المعرض إلى أوروبا، وقمت أنا بدوري بتنظيم المعرض للمرة الأولى هنا في بروكسل، ونقوم حاليا على عرضه في مدينة أخرى اسمها ليج، ومن ثم إلى لندن وهولندا والسويد وفرنسا. إذن هو معرض انترناشنال عالمي من 150 فنان عالمي، 220 لوحة، وسنكمل المشوار وسفر هذا المعرض ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين والمشاركين بالعالم. احنا كشعب التونسي من الشعب اللي تأثروا برشا بالقضية الفلسطينية، دونك القضية الفلسطينية كما شاعر محمود درويش كان متاعنا، يعني حتى المناضلين الفلسطينيين جاءوا لتونس وغدروهم يعني وقتلوهم وكل شيء، دونك تأثر فينا برشا قضية الفلسطينية من ناحية. من ناحية ثانية في الصورة اللي انا لاحظتها يعني العمل يعني كان مختلف، لانه في كثير فنانين من العالم، ولكن وجهة النظر الفنانين تقول عليهم عندهم نفس الروح نفس الفكرة، الرابط اللي حبهم فلسطين وإيمانهم، لأنهم فنانين كانوا مؤمنين كتير بالقضية الفلسطينية، يشوفوا في الحقيقة اللي الناس الأخرى ما يحبوش يشوفوها. يعني لازم الفنانين لما يحطوا صور لازم الناس الأخرى تكون أمبشوكي، يعني تكون عندها شو هاي. إلهام فلسطيني يحمل أحلام الأطفال وشعار القدس عاصمة فلسطين الأبدية. لازم تعرف حاجة، كون الناس اللي جات عندها تعاطف مع القضية الفلسطينية زاد. بالنسبة لهم أشفى غليلهم شافوا حوايج، خطر تو كيف نشوف وإحنا الموجود هذا الكل واقع. ما أراه في هذا المرسم، في هذا المعرض جميل. يجب الفنان يجب أن يخلق، يجب أن يبدع، يجب أن يجد شيئا ما، يجب أن نأتي بشيء جديد غير الكاريكاتير، غير الصور الكلاسيكية. يجب أن نبحث، يجب على الرسام أن يبحث، أن يجد أمثال جديدة لم يقع رسمها من قبل. الفن في مواجهة الاحتلال، حكاية تأكيد الوجود وترسيخ الهوية لأصحاب الأرض، تنطلق من فلسطين وخارجها إلى كل العالم.
يعني هبة هكذا معارض تعرف الناس أكثر وأكثر على الانتهاكات التي تمارس ضد الفلسطينيين بأرضهم وتعرض القضية الفلسطينية، وحتى بتفرجي كمان أنه أنت كيف تشوفي فلسطين بمنظورك، يعني فيها يعني أمل وفيها مقاومة وفيها جانب حتى فني جميل جدا. حتى اللوحات اللي تم عرضها يعني هلأ واللي شفناها بالتقرير، يعني أنا شفت مثلا لوحة من اللوحات هي تعرض أنه في مثل لعبة لطفل وكأنها موجود عليها العلم الفلسطيني وهي موجودة جوا يعني قفص، كتير لها معنى عميق ربما، وأنه عن جد قديه بتفرجي أنه يعني رغم أنه إحنا بقفص ولكن عن جد الأمل بالخروج والحرية أكيد قريب دائما. الأمل بالعودة أيضا لكل الفلسطيني بشتات العالم. أصلا نحن بهذه الحلقة عم نشوف المقاومة الفلسطينية بأبهى حلالها ومن عدة زوايا، يعني بفقرة كتاب شفنا المقاومة من خلال الكلمة مع شعراء فلسطينيين كبار مثل الكبير محمود درويش، شفنا الأم التي توزع المياه مجانا، شفنا معك بأكثر من مكان من خلال المعلومات والأكاذيب التي ينشرها الاحتلال الإسرائيلي، حتى كمان شفنا مع ماري تريز لما كنا قاعدين عم نحكي عن الأفلام والأفلام الفلسطينية سواء الدرامية وأيضا حتى الأفلام الوثائقية التي يعني تحدثت عن القضية الفلسطينية والتي ربما يعني حملت على كاهلها هاي المهمة الكتير يعني مهمة، لأنه لازم توصل القضية بكل تفاصيلها طبعا. إلى الصغار، وإن شاء الله يعني ظلهم هيك مواكبين لكل هالحركات الشبابية المقاومة دائما إن شاء الله. أنا وإنتي راوية بدنا نروح لفاصل إعلاني أخير، بعده رح نتعرف على كيف تحيي مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى النكبة، ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا، صباح النور من جديد صباح النور. راوية يعني بتسأل لو كان في انترنت أو وسائل تواصل اجتماعي من 70 سنة كانت الأمور انحلت بشكل أسرع بعد النكبة؟ يعني لا شك بأنه هلأ في انترنت وفي مواقع تواصل اجتماعي، ولكن هو الاحتلال الإسرائيلي برأيي رغم كل القرارات الدولية وكل التقارير وكل النداءات اللي عم توجه له، عم بيحاول يعني التمسك بما يسميه حقه، ولكن هذا تعنت وشيء كبير. بكل الأحوال منيح اللي عم توصل أصوات الناس طبعاً. عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نعم مشاهدينا، فلسطين حاضرة دائما في قلبنا وفكرنا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. أبرز الهاشتاغز والفيديوهات مع أحمد الهاشمي وهاشتاغ صباح النور. يا أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور. كيف نحن؟ يا هلا فيك. شيف يعطيك العافية. لا عافيك. أكون روائح جيدة لطيفة طالعة من عندك. شكرا. عارف أنكم سخن اليوم. صحيح. الجواب صحيح؟ لازم دوقك. إن شاء الله. استبعد بس راح احاول قدر المستطاع. زي مشاهدينا يا اهلا وسهلا، اسمحوا لي بعد اذنكم نبدا بابرز الهاشتاجز اللي فعليا كانت مو 48 ساعه الماضيه، اللي كانت فعليا يعني حاويه مواقع التواصل الاجتماعي للاشهر السابقه بما له علاقه بالقضيه الفلسطينيه، بالابعاد اللي لها علاقه بالقضيه الفلسطينيه، بالتبعات اللي كانت موجوده سواء بالمسيرات او غير ذلك. خلينا بعد اذنكم مع الزملاء الرائعين نشوف هذه الهاشتاجز بشكل سريع. راح نبدا بعد اذنكم بالهاشتاج الاكثر فعليا يعني حضورا بكل التفاصيل له علاقة، حتى الهاشتاجز الثانية كانت مرتبطة فيه ألا وهو مسيرات العودة. إذن هو الهاشتاج الأول وحتى واضح من الحجم أنه هو الأكثر اهتماما فعليا به. فكان أكو مسيرات العودة وكان أكو مسيرة العودة، بس اخترت مسيرات العودة حتى نسلط الضوء عليه لأن أكو تفاصيل ثانية مرتبطة للأمانة به. الهاشتاج الثاني كان جمعة العمال، إذا راح نبدأها بالترتيب هي بدأت مسيرات العودة، بعدين جمعة الكاوشوك، جمعة العمال، وسط القطاع، كذلك ريم البنا مستثنى إلى حد ما شوية سهسة. طبعا رح نتكلم عن ريم البنا وأتوقع أكو معلومة لطيفة معطوني عن المرحومة ريم البنا، والقدس عاصمة فلسطين الأبدية اللي فعليا على أساسها شفنا بأنه توقيع ترامب لقرار السفارة لنقل السفارة الأمريكية إلى داخل القدس، كان فعليا هذا الهاشتاج اللي مرافق عملية نقل السفارة. وطبعا الحدث اللي تكلمنا عنه رح نشوف صور فيديوهات به بشكل سريع نذكر
نذكركم بها عفوا، طائرات غزة الورقية. خلونا بعد إذنكم نبدأ نشوف بعد ما عرضنا الهاشتاجز البداية اللي راح تكون مع أنا العربي، وبداية راح تكون بالإجابة عن هذا السؤال: كيف ممكن أن يكون قاتل أمام أعين الناس ولكنه بريء أمام المحاكم الإسرائيلية؟ خلينا نشوف. هذا هو الفيديو مشاهدينا من أنا العربي. الفكرة كانت واضحة بما فعليا يعني أردفنا من البداية، ألا وهو يعني عملية الاهتمام بواقع مواقع التواصل. طوني، أتوقع أنه اهتمام الناس بهكذا مبدأ يعتبر ذو قيمة فعليا على مواقع التواصل؟ لا شك أنه ذو قيمة، وأنا العربي طبعا يعني من حي الشباب اللي حضروه وشكرا لأنك شاركتنا فيه. هو طبعا من إخراج تلفزيون العربي صح. بس أنا كنت عم بتسأل إلى أي مدى الفلسطينيين قادرين يوصلوا صوتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومدى حضورهم عبر هذه الوسائل، ومدى سرعة الإنترنت في الأراضي الفلسطينية. عندك شي فكرة؟ هي أتوقع بأنه سرعة الإنترنت واضحة بأن هي لأنه الامتداد، بس بغزة الوضع سيء للأسف طبعا. بس خارج حدود غزة يعني بالأراضي المحتلة الخدمة فعليا متوفرة، والأوضاع الناس مهتمين بهذا الجزء، والخدمة لا جيدة وممتازة ومتاحة. والأمر اللي مضحك أحيانا، الشباب بغزة يعني اللي على الأطراف هم نفسهم يحطون بوستات على يعني كل يوم جمعة لو علاقة من بعد ما المسيرات، يركزون على تفصيل أن أحيانا يعني يسرقون النت بأساليب معينة، يسرقون النت حتى يبثون بث مباشر. فكل يوم جمعة من حوالي الساعة 11 إلى حوالي الساعة 3 أو 4 بعد الظهر نشوف دائما، طبعا هذا بتوقيت القدس، نشوف دائما هذا التفصيل مشاهدينا اللي هو اهتمام الناس باللايف اللي يكون موجود على الفيسبوك. واللايف معروف بأنه يراد له نت قوي حتى يعني يصل إلى أكبر قدر ممكن فعليا من المتابعين. يعني حتى اليوم يمكن ما استنيت الفرصة نحكي مع عادي منصور اللي هو طبعا ناشط بجمعية شباب حيفا، يعني كل نشاطات شباب حيفا كانت لايف عبر الفيسبوك. يعني أنت عم تلاحظ حضور فلسطيني أكيد عبر طبعاً وسائل طبعاً حضور فلسطيني أصلا دائما كان واضح، حتى الشباب الفلسطينيين خارج فلسطين وجودهم المسيرات والمظاهرات اللي تكون موجودة سواء كان بذكرى النكبة أو حتى بأي ذكرى لها علاقة بفكرة فلسطينية أخرى. خلينا مشاهدين بعد إذنكم نشوف بشكل سريع، نأخذ نظرة سريعة على تفاصيل المسيرات. هذه فعليا كانت فكرة المسيرة الأولى، هي كانت جمعة العودة، هذه كانت الصورة الأولى بالنسبة لجمعة العودة. راح نركز اليوم، أخذنا جردة سريعة على صح القول هاشتاك فلسطين، كل شيء كان له علاقة بفلسطين. اليوم نشوف الصورة اللي من بعد ذلك لو تكرمتوا بالأحرى. هذه الفكرة كانت الصورة الثانية اللي هي لاستكمال المسيرات، وكانت ما زالت لحد الآن فكرة الكاوشوك بعد ما ظهرت، وهذا طبعا الفرق كان واضح لأنه فكرة حرق الإطارات اللي ما سمي بجمعة الكاوشوك أو هاشتاج جمعة الكاوشوك، كان من بعدها لاحظنا بأنه كل الأدخنة كان لونها أسود من واقع الحرق، فهذا الأمر اللي كان شوية الناس اهتموا بهذا التفصيل به. ولكن مع الوقت الناس حسوا بأنه لا، هذا اللون صار مرتبط بجمعة الكاوشوك، فصار دائما أكو حرق إطارات وتوجيهها. وحتى ذكر أنه بوقتها كان أكو تعليق من تويتر: فقط الرياح هي التي وقفت مع أهالي غزة. نكمل من بعد ذلك نشوف الألوان. طبعا لاحظ الجلسة أنه أنا قاعد حاطط رجل على رجل وأنت تعال عندي. يعني نكمل كذلك نشوف، راح يكون اكو عندنا فيديو لجمعة الكاوشوك حتى نذكركم فيها. خلينا نشوف لو سمحتوا الفيديو ونرجع.
كان أكو أيقونات مشاهدين تميزت بها فعليا فكرة المسيرات إضافة إلى فكرة يعني صور معينة ممكن الناس يهتمون بها أكثر من غيرها، خصوصا إذا كانت الصورة مأخوذة بشكل احترافي أو بشكل high resolution عفوا له علاقة بالدقة العالية. خلينا بعد منكم نشوف هذه الصورة اللي أتوقع أنها يعني رسخت بأذهان المتابعين على مواقع التواصل. الصورة طبعا الواضحة، الجنود الإسرائيليين محاطين لهذا الشاب الفلسطيني وهو مقيد، الفكرة بأن الكل خايف منه. رسالة أحمد كمان حسب رصدك، شو الأكثر تفاعلاً معه؟ الصورة، الفيديو، التويت، أم حسب ما الموجود هو حسب دائماً دائما حسب، بمعنى انه شلون دائما حسب، احيانا يكون مثل صوره الامراه الفلسطينيه المتعلقه بالشجره اللي شفناها، انا اول ما شفتها في 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 محل يعني بالمملكه الاردنيه الهاشميه، وتطورت السالفه لان صرت يعني بعد ما صار اكو مواقع تواصل اجتماعي واهتمام الناس بها صرنا نشوفها حتى على الفيسبوك، نشوفها على الانستغرام، بس حال الفيسبوك اكثر فعليا، فهي على حسب، بس التركيز يكون يعني مثل حادثه اللي شفناها باول فيديو اذا كان اكو مثل للاسف حادث قتل او اعتداء او شيء، يكون الفيديو هو الأبرز. فالحادثة هي اللي تحدد سواء كانت صورة يعني سواء فيديو أو صورة، المهم المادة 100% المادة. أكو سؤال لك بعد؟ لا بعد شوي. الصورة اللي بعد ذلك أتوقع رح تهم طوني بهذا التفصيل. تكلمنا عن ريم البنا وعن اهتمام الناس فعليا بريم البنا، هاشتاج ريم البنا بعد حادث وفاتها يعني اهتموا الناس به، عدم قدرة مجموعة كبيرة من الأشخاص اللي بأماكن معينة منعهم الاحتلال من 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 يعني من الاقتراب أو حتى من دخول حدود معينة لها علاقة بأماكن تقبل العزاء أو حتى أماكن أو مكان دفن ريم البنا، هذا الهاشتاج كثير تفاعلوا الناس به، لذلك حبينا ننوه لريم البنا بهذا الموضوع. أكو معلومة عن توني عن لا ريم. لأنه عرفت أنه بمترو المدينة هالأسبوع أطلق ألبومه صحيح. ألبوم ريم البنا طبعا بموازاة إطلاقه بالأردن مصر وحتى النرويج، وغنت كل الأغاني هي ومريضة صح. كانت طبعا مريضة بالسرطان، منحب لها صوتها ومنحب لها نفسها طبعا. والناس استغربوا من فكرة عند ريم البنا بأنه الناس ما توقعوا أن يشوفوا لهم فيديو فعليا لها بعد الوفاة، فكان نوع من أنواع يعني أن تخبية المعلومات حتى لما تطلع بوقت شوية يكون تريندي. من بعد ذلك ما في وقت شلون، خلينا نشوف لو سمحتوا الصورة اللي من بعد ذلك أكو عندني فيديو، الفيديو اللي انتشر واهتموا الناس به للأسف كان مزعج شوية. الفيديو هو طبعا لعملية التحقيق اللي تمت مع المناضلة الرائعة القوية المميزة عهد التميمي من هذا الكائن، ما أعرف كائن بشري، المهم هذا الشيء اللي كان موجود هنا. خلينا نشوف هذا الفيديو، رح نشوف مقاطع سريعة منه، اسمحونا لأنه عملية التحرش اللي صار مع عهد أكيد طبعا ما رح نبينها مثل ما هي بشكل كامل لحفظ الحياة العام، بس نشوف الصورة بشكل سريع. هذا هو الفيديو، طبعا نلاحظ بأنه كان عملية التحقيق واضح أنه هو واللطيف اللي أمامه دا يحاولون يعني يستفزوها، وهي طبعا مسكين يعني بالنهاية أنثى، إضافة لأنها يعني شوية مقللين يعني هي بكل قوتها أظهرت أن ماكو فرق بين ذكر وأنثى ما له علاقة بمواجهة الاحتلال، ولكن بالنهاية لازم يكون أكو شوية ضعف لأن أكو حالة معينة، بس يعني أبرزت هدوءها تميزها اللطيف اللي هذا يحاول يتحرش بها بأساليب معينة سواء كان بالاقتراب. غريب كيف تسرب هالفيديو يا أحمد؟ لا هو أتوقع أنه هو مقصود أصلاً يتسرب وهم ما يشوفون فكرة اقتراب، مثل ما تسرب الفيديو، وشكراً طوني شكراً، مثل ما تسرب الفيديو مع الجندي الإسرائيلي اللي قنص هم كانوا فخورين جداً بفكرة أن نحن عندنا جنود يقنصون المخربين، حاشاكم طبعاً أنتوا يعني تاج راسنا، أنتوا حافظين ما تبقى من كرامة هذه الأمة، فهم عندهم اكو ناس يقنصون والى اخره، فكانوا فعليا مرتاحين بهالموضوع. هذا الامر طبعا عاري عن الصحه، بس هذا السبب نوع من انواع البروباغندا. ولما تشوف واحد مثل افيخاي ادرعي يطلع لك يوم الجمعه يقول لك فوائد يوم الجمعه، فيعني شيخ افيخاي الله بالخير. فنكمل من بعد ذلك، نشوف بعد هذا الفيديو شوي نلطف الاجواء، نشوف افاتار واضح انه وصل الى غزه وكان بلمسه لطيفه من الشباب الغزاويين، فكان اكو عندهم فكره انه افاتار الفلسطيني هذا هو افاتار الفلسطيني. طالما انت عم تعمل فلاش باك او عم تذكرنا بكل هالفيديوهات الليفتي، بالفعل كان في انواع مقاومه ليفتي السنه، يعني الافاتار، ويمكن بدك تحكي عن البصل. البصل 100%، شوف البصل بما انك تقدمت البصل، خلينا نشوف فيديو البصل. طبعا طفل البصل المعجزه، انا هذا الطفل بالنسبه لي معجزه، نشوف. انا من هنا بجيب البصل. Thank you.
طالب محمد السبع عايش من الصف الثالث خمسة مدرسة الدكورة المغازي الابتدائية ألف من يافا المهجرة من فلسطين. سنعود إليها اليوم إن شاء الله. لما يلموا عليه الغاز باخذ البصل وبقطع زي التمام. حتى عدة الفعل كنا تحت الهودة فعليا أتكلم مع زملاء أنه طفل يعني حتى لما سمع صوت خاف، يعني هو لم تنكر طفولته فعليا إذا كان أكو عنده وجهة نظر وكان أكو عنده مقاومة ولو جزئية على يعني على قد عمره. يعني حط بصل وما نسي اللي حصل أو لا ممكن ينسى اللي حصل. ممكن ما تتوقع ينسى اللي حصل؟ ما أتوقع هؤلاء حتى يلاقوا حل للمشكلة اللي آخر فيديو معنا. نشوف آخر فيديو معنا. آخر فيديو معنا مشاهدينا يتكلم عن نظرتين، النظرة الأولى 2011 ونظرة الثانية 2018، السفارة الإسرائيلية في القاهرة وأنا العربي. بدأنا معاكم وحنختم معاكم بأنا العربي. أود أن أواجه كلمة شكر وتقدير للسلطات المصرية وأجهزة الأمن على إتاحة الفرصة لإقامة الحفل البالغ الأهمية. مشاهدينا كانت هذه فقرتنا بالنسبة لليوم. يعطيكم ألف عافية على متابعتنا. دائما تواصلكم معنا يكون عبر حساباتنا الظاهرة أسفل الشاشة بالنسبة لفيسبوك إنستغرام وتويتر. ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا أحمد. مشاهدينا سنذهب وإياكم إلى مطبخ الشيف سليمان وهبة في زيارة أخيرة على مطبخ ولا أشهر. يعني صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، صباح النور مع الأطباق الشهية. شاف يعني عن جد ارحم القلوب. ما هذا؟ عندي شهادة. طيب خلينا هيك نشم الروائح بكثرة لأنه الله الله. هذا هو كان الهدف. طبعا إذا وصلتكم بدي أخذها، بدي أودي لكم إياها شوي. أنا وصلتني خلصة قطعة مسخن. الله ما تقبلوا حدا إلا ملايين المشاهدين. قطعة طوني. أوكي شاف خلينا نحكي سريعا. قلينا بصلة مع زيت خليني سميه زيت حلو أو هو زيت الزيتون. قلينا البصلة، كان عنا قطعة كبيرة من اللحم الغنم مع العظم تبعها. بهار أسود، قرفة ناعمة، حب الهيل، شوية كزبرة، عقدة صفرة. قلينا وطبخنا بالماء المغلية تقريبا شي ساعة لاستوت. الرز غسلناه وحطينا نفس البهارات، بهار أسود، قرفة، حب الهيل، كزبرة يابسة، وعقدة صفرة. حركناهن جمعناهن مع المرق الخاص، طبقناهن وفوتناهن على الفرن. فعلا الاستواء اللي تم ما كان معقول يتم معي بطنجرة ستانلس. يعني لو ما استعملنا هيدي القدرة لكانت الريحة طلعت هيك ولا الرز نبت بهالشكل. هيدا السلطة النعمة. الفخار دائما بتعمل على مساواة، يعني حتى البخار اللي بيطلع بفوت بطريقة متساوية. جديدة هالفكرة بس إيجابية 100% صحيح. وحتى الشكل تبعها ما في طنجرة بومبي مثل إنه هيك مبرومة من هون ناصحة ومن تحت بوزة بيرجع بدي. هون السلطة. هون السلطة حطينا شوي من عصير الحامض. مع كل الخضار. اللي هو خيار، نعناع، بقدونس، ملفوف، وبندورة ناعمة كمان. هيدي هي السلطة الناعمة اللي هالقد بس المكونات اللي بقلبها، بس مع مربعات الحامض اللي حاطينهم هالقد بيعطوا طعمة طيبة. بس في شغلة، في علومية بدي أقولها عن هيدي السلطة. لازم تتحرك مزبوط. كل ما تحركت معي السلطة كل ما تحركت عواطفنا أكتر وأكتر.
ما شاء الله. كلمة حركة عواطفنا شكلها كتير صحي صراحة. ورائعة عن جد، حتى الرائحة توني شهية كتير. عم بقهرك أنا شوي بس ما بيأثر. جاي الوضع 10 دقايق بيرجع الدور. 10 دقايق بيرجع بياخد. خلينا نحكي عن المسخن. المسخن حطينا كمية كبيرة من زيت الحلو، يعني زيت الزيتون. نعم. تقريبا حطينا شيء 400 ملليلتر، حطينا كيلو بصل وكنا محضرين كيلو من شرحات الدجاج. نعم. تقلوا كلهم سوا. حطينا لهم ملعقتين كبار من السماء اللي هو البهار الأساسي، وطبعا شوي من الملح، بس السماء هو البهار الأساسي تبع هيدا الطبق. السماء يلي يستخدم في الفتوش عادة. صحيح. صحيح. اللي هو طوني كناية عن نبتة طعمتها حامض، بناخدها منجففها مندقها تتجفف تتنشف وبتنطحن بيطلع عنا بهار لونه أحمر اسمه السماء. هلأ رح نجرب أنا وياك نعمل هيدا الفرن الجميل بركة. أكيد ما كانت موجودة هيدي الأفكار بهالشكل هيدا. نعم. بس أكيد كان عندهم أفكار لمسات. إحنا جميلة. سليمان دايما هذا طلع معك قالب سلطة. من دون ما نروح على التقليد الأساسي أو على التراث الأساسي، نحن مع كل تطورنا أنا برفض أنه نضحد الأصل. الأصل صحيح. رح أرجع أكمل الطبق تبعي بهالشرحات من المسخن. نعم. فينا نعتبرها زينة وفينا نعتبرها استكمال للطبق تيطلع عندي طبق كامل ومميز أيضا. نعم. يعني شاف مع هالتزيين الجميل للمسخن ومع هالأطباق السلطة وكمان القدرة، بدي أشكرك كتير. أنا كمان. وعن جد الأطباق كتير شهية، وأنا كمان سرقت يعني بعض من المسخن وكانت رائعة عن جد. سرقت أو حدا ضيف؟ أنا بس بدي أقول لحظة. يعني اثنين سوا. هي اثنين سوا. كان امتياز عظيم لألي أن أكون معكم بهيدي الحلقة وأنقل جزء من التراث الفلسطيني. يا ريت كنا قدرنا جبنا شيف من الجنسية الفلسطينية. لا طبعا. بالعكس. بس كفيت ووفيت. فكر واحد. فلسطيني موجودة بالقلب. ومياه واحد. صحيح. طبعاً. شكرا لك شيف. شكرا لك هبة. معنا بدي انتقل لألكم تأدعيك تنضم. يا عين يا أهلا وسهلا. أنا جاي لاحقا سوا. أكيد. يلا أطباق الشيف سليمان. وهلأ رح نستقبل سوا فنان مقاوم أيضا صار جزء منا، صار من أهل البيت، إنه أسامة زيدان. الأغاني الوطنية مشاهدينا تنقل معاني النضال والمقاومة، فماذا إذا كانت القضية هي فلسطين لتروي مرارة اللجوء والحنين إلى الوطن؟ كما أشرت نستقبل الآن الفنان الفلسطيني أسامة زيدان في فقرة نغم. صباح النور أسامة. يسعد صباحكم. أهلا فيك. أهلا فيك. ذكرنا بحلقة سابقة أنك من صرفند العمار، من قضاء الرملي. الرملي. طبعا أنت عشت أيضا نزوح، عشت تجربة نزوح بسنة 84. 84 خرجت من فلسطين للدراسة في دمشق. 84 و48 نفس الأرقام. نفس الأرقام. كيف كانت، كان في صعوبة من أنك توصل على لبنان؟ طبعا أنا ما كنت مفكر أساسا أنه أوصل لبنان يعني. لكن الظروف اللي كانت عايش فيها البلد يعني سمحت لي أنه أقدر أوصل لبنان وأتفرج يعني على هالبلد اللي كانت بالذاكرة شيء جميل يعني، كانت تخص الفلسطيني اللي في الداخل في أي شيء يمس إلى البلدان العربية، فكان يتمنى أن يحصل ولو على حبة رمل. بالعكس يعني لو كان يحصل على حبة رمل من البلاد العربية لحتى يأخذ روح فيها. نعم جميل. يعني أسامة لا شك بأنه من خلال أغنياتك الوطنية تحاكي القضية الفلسطينية، وبتقول دائما بأنه هدفك أن تعرف الجيل الجديد على الحلم الذي حلم العودة وعلى القضية الفلسطينية. أخبرنا كيف تقوم بذلك. يعني الإنسان بعاميته هو قضية، وما بالك بأن يكون فلسطينيا وأن يكون يحمل موهبة ويخرج خارج فلسطين كي يعرف الناس. فأنا كانت من مهامي كتير أنه أحاول أوصل شعوري وإحساسي من الداخل إلى الخارج. وهذا اللي كنت أتمناه. فكنت أنا فعلا أحاول أبحث عن التراث، أنه إحنا ما بدنا يضيع تراثنا، لأنه ضاع الثوب الفلسطيني والتطريزة الفلسطينية وضاع كتير من تراثنا. فالمفترض أنه إحنا يعني نواكب الأجيال الجديدة تحديدا في أنه نحن نعرفها
شو هي فلسطين؟ مش هي بس مجرد خارطة. لا هي تحوي الكثير. وربما هذا الحديث اللي كان بيدور بيني وبينك أنا وأنت بالكواليس ولما كنت عم تخبرني عن أولادك صحيح. وكيف زرعت فيهم حب فلسطين صحيح. خبرني هيك سريعا لأنه بدنا نسمع بعدها أغنية. طيب الموضوع ببساطة شديدة أنه أنا فلسطيني بين قوسين، يعني ابن أرض محتلة صحيح. كما يعرف كان يعرف عنا خارج أرض المحتلة، فكنت أزرع فيهم حب والدي وأمي قبل أي شيء وفلسطينيتهم وأروي لهم القصص، وشيئا فشيئا سمعوا الأغاني مني والألحان إلى أن أصبحوا يعشقوا شيء اسمه فلسطين دون أن يعني يشموا هواها. أنت كمان زرعت فيهم حب الموسيقى. أكيد اللي بيعزفوا كلارينات وتشيلو وجيتار وجيتار كمان جاء الوسطاني صحيح. فرقة موسيقية متكاملة بالبيت. هلا اليوم عبر العود بدنا نسمع غنية مقاومة بنحيي فيها كل الفلسطينيين بفلسطين والشتات أيضا. أنا هاي القصيدة حابب طبعا كتبتها ولحنتها، بتقول مش هم لو دمعي من عيون همر، مش هم لو قلبي من الفرقة انفطر، مش هم يا رفاقي مش هم. مش هم مش هم يرفاقي مش هم، الهم لو قلبي ارتجف من خوف، الهم عيني من الأسى ما تشوف، الحق اللي يبقى حق ظلم هو الظلم، الأسى يبقى أسى، الخوف هو الخوف، الهم إنه يصير فينا الخير زي الحلم، مش هم رفاقي مش هم. عشفافي الروح شعلاني جمر وتزيد، الأسى جوا صدر خافي لما العزيمة تكسر الجيد، تتحول الغرب إلى ضبر كاد لما القلوب تصير حجر، يسحب ضمير ويصرخ الإنسان ويلي يا ويلي يا بشر، تنسانا غيمة مطر تبكي علينا بهم، مش هم يرفاقي مش هم. جميل جدا، يعني الموسيقى التي تعزفها، الألحان، الكلمات فيها الكثير من فلسطين، من ريحة فلسطين. قد ايه برأيك رغم المآسي التي يعيشها الفلسطينيين في مخيماتهم والتضييق الأمني والمعيشي الذي يعيشوه، قد ايه بفنك قادر تعطيهم أمل، أمل بفلسطين، أمل بالغد؟ يعني هي غصة قوية وكبيرة وقاتلة في نفس الوقت، إنك أنت حتى أرجع لنقطة إنه أنا ابن أرض محتلة، لما بطلع بتوهم إنه العالم كله معي، إنه العالم كله يعشق فلسطين، في ناس نسيت وناس ما زالت، فأنت من همك أنت إنك أنت تبقى تحافظ على إنهم تقول فلسطين موجودة بالأغنية بالكلمة، إصرارك الدائم، إرادتك تكون أقوى في أنك تستمر، لأنه كالماشي على الجمر بصراحة يعني. نعم، بدي هيك تخبرني، يعني اليوم 70 سنة على ذكرى النكبة وحدوثها، كيف بتلاقي هلأ أنت حالك بهال يعني التداخلات اللي عم نعيشها بحياتنا، بهالصعوبات الحياتية، بهالصفقات التي تبرم ربما حتى حتى ينسوا الناس بالقضية الفلسطينية، وين دورك أنت ببين؟ يعني هي دور كما أسلفت سابقا، أنه دوري دائما التذكير والتجديد في أنه أطرح قضاياي
في تجدد دائما، أن لا أتكرر وأبقى محافظ على صلابتي كفنان بغض النظر عن أي نوع من الفن عم تعمله. إنه يعني إحنا بنبحث عن الفن التشكيلي يرسم فلسطين، عن العود يغني لفلسطين، عن الصوت، عن الريشة. هذا يعني من استمرارية قضيتي في إنه أنا أستمر في إنه أذكر بهاي النكبة القاسية والتي لن تزول عن يعني عن خيالنا إلا بالعودة إن شاء الله. فنحن لازم نبقى مواكبين لموضوع. إحنا بدنا نسمع غنية بعد، بس اللي لاحظته إنه في ثورة بأغانيك. صحيح. وكأنه الفنانين المقاومين تختلف أساليب بالفن المقاوم، يعني منهم من هو غاضب، منهم من هو حزين وواقف على الأطلال بسلبية بعض الشيء، إنما أنت ثورتك إيجابية تدعو إلى التغيير. صحيح. هلأ قريتك صح؟ 100%. نعم. 100%. حتى الحزين أطعمه بشيء من الثورة أو بشيء من الصرخ. نعم. والأمل. فينا نسمع؟ أكيد. بدنا أنا فيني أنا إيه؟ تفضل. أقدر؟ أكيد. بدي أسمع يا ظريف الطول. خلينا مازال عم نحكي عن الأمل. يا ظريف الطول يا سن الضحو يا اللي رابي في دلال مكوه، يا ظريف الطول يا سن الضحو يا اللي رابي في دلال مكوه، يا حصرة قلبي لما نوم أخذوك شعر راسي شاب بالدار انحنى، يا ظريف الطول وقفتها كلها رايح على الغربة وبلادك أحسن لك، يا ظريف الطول وقفت أقول لك رايح على الغربة وبلادك أحسن لك، خايف يا ظريف تروح وتتملك تتعاشر الغير وتنساني أنا، وين عرام الله وين عرام الله والفي مسافر وين عرام الله، ما تخاف من الله ما تخاف من الله كويت النبي ما تخاف من الله. الله بيترافقوا مع بعضهم عادة؟ بيجوا نفس المقام. نعم. على البيات، ففي كثير من الأغاني وكان المقام الشائع تراثيا. نعم. طيب أسامة، يعني ماذا تخبر أولادك الذين عم تربيهم على حب فلسطين ولو عن بعد؟ ماذا تقول لهم في ذكرى النكبة؟ كيف تصف هذه الذكرى لهم؟ دائما أقول لهم في 15 أيار هو دائما طائر الفينيق، إعادة ولادة الشعب الفلسطيني وبقاؤه فقط. نعم. طيب وشو بدك تحكي لفلسطين وللفلسطينيين والسياسيين والتقاس والانقسام اللي موجود بالشارع الفلسطيني؟ يعني خلينا كمان هيك نحكي لحالنا إحنا شو لازم إنه نعمل لتوصل قضيتنا أكتر لبرا. يعني أنا دائما أرى في أي فنان ملتزم قضاياه وخاصة فلسطيني أن يسعى للتوحيد. نعم. بمعنى إنه الوحدة دائما هي اللي إذا جمعتنا وقدرنا نوصلها بنقدر نوصل لفلسطين. طالما نحن منقسمين بكل شتى، للأسف بكل شتى أنواع يعني حياتنا، من كان ثقافية اقتصادية سياسية كله مختلف للأسف. فمن مهمة الفنان إنه يسعى دائما في إنه يحاكي السياسي قبل الإنسان العادي. صح. وكل واحد له لغته الخاصة. نعم. صحيح. طيب أنتوا اسم الله 13 ولد من تشرين بالشتات، هل يختلف حس المقاومة لدى الموجودين بدول غربية عن الموجودين بلبنان أو الموجودين بفلسطين أيضا؟ هل بخف الحنين مع الغربة؟ للأسف جزء ما منه بينفقد حسب طبيعة البلد اللي بيعيش فيه. هذا شيء لمسته عند أخوتك؟ لمسته عند أخوتي طبعا. يعني أنا بدون ذكر أسماء البلاد، لكن في منهم بدأ يخف للأسف، وهي من الشغلات المضرة عنا، إن نحن حسب البيئة اللي عايشينها ممكن تدفعنا وممكن تشدنا لتحت. نعم. لكن كمان نرجع منقول الإصرار هو اللي بيفوز. خلينا طب الأغنية المقاومة والنضالية قديه عم بتلاقي صدى في عالمنا العربي الآن؟ طبعا هي للأسف على هوا ما شايفين كل بلاد العربية أصبحت قضية فلسطين استثناء للأسف. هون دور الفنان الفلسطيني الأقوى، لأنه الآن الشعب الفلسطيني يناضل لأجل فلسطين فقط إلا من رحم ربي، يعني أنا لا أقصد بالتعميم الكامل. فعشان هيك
احنا في نشاط كبير عند الفنان الفلسطيني، لانه بعتبر انه رجع اخذ دوره الصح، قضيته الاساس هي فلسطين. فعشان هيك بتلاقي في بالمعارض الان كثير منتشر قضية فلسطين، في الغناء في الشعر بدأت الناس تعي، يعني خاصة الفنان يعي انه هو من الصف الاول ان يكون مجاهدا ومقاتلا ومناضلا لفلسطين. نعم، هيك بدي هيك سريعا تخبرني الصعوبات اللي بيواجهها الفنان يعني في دول الشتات وخاصة في مخيمات اللجوء، الفنان الفلسطيني. للأسف يعني دائما انا رغم اغاني ثورية لكني انا شوي محبط في الكلام، بمعنى انه ما فيش عندنا لا تنظيم ولا مؤسسة ترعى الفن الفلسطيني للأسف. أنت عم تنقل واقع هون. واقع تماما يعني. يعني أنا ما بتذكرش عملت بمخيم عين الحلوة ولا حفلة. نعم، يعني خلينا ننتقل من هون. حلو يعني هالحكي لحتى هيك نضوي على الأمور كمان الصعبة واللي عم بنعانيها، محاكاة لواقعنا ربما المرير، ولكن بدنا نروح لأغنية بتعطينا شوية أمل، بتعطينا شوية صراخ من قلبك إلى فلسطين ربما. يا ظريف الطول كان فيها أمل. رائعة. هي طلبتها كرمال الأمل. كرمال الأمل. أنا بدي أحاول أخذ، وهي أختنا هبة بتحبها كتير، هي بتقول راحوا الأهل راحوا، راحوا بعتم الليل. نعم. والقلب وجراحوا بين الأسى والويل، مأخوذة من أحد الألحان التراثية وفيها نوع من الحزن وفيها صرخة أيضا. والأمل أكيد موجود بيبقى بقلوب. راحوا الأهل راحوا، راحوا بعتم الليل، والقلب وجراحوا بين الأسى والويل. راحوا الأهل راحوا، راحوا بعتم الليل، والقلب وجراحوا يا أختي يا صغيري يا أم الضفاير سود، بكرة هتديري لابد يا أختي نعود، لابد يا أختي نعود مهما الظلام يطول. راحوا الأهل راحوا، راحوا بعتم الليل، والقلب جراحوا بين الأسى والويل. يعني إذا الفنان المقاوم أسامة زيدان، كنت يعني مسك الختام طبعا في حلقة خاصة في ذكرى النكبة 70. مشاهدينا على أمل أن لا يكون هناك ذكرى 71 السنة المقبلة، بل تعود الأرض لأصحابها. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، ومن بيروت أحلى تحية لفلسطين الحبيبة. نعم، تحية لكم مشاهدينا ومشاهدينا من داخل فلسطين ومن خارج فلسطين ولكل العرب. الأمل عن جد فينا والتغيير عن جد فينا، وإن شاء الله يعني إن شاء الله أنه مثل ما قال توني أنه الذكرى المقبلة يعني ما تكون موجودة للنكبة وتكون لتحرير فلسطين كاملة وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. إلى اللقاء.